السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقة جديدة من ملعب أون تايم، وأيضا مستمعي راديو أون سبورت أف أم في كل مكان. هبدأ النهاردة حديثي عن المنتخب الوطني. يوم الأربعاء إن شاء الله بإذن الله مباراة مهمة جدا أمام كوت ديفوار. ابتدى كده يعني إيه، عارفين المثل بتاع كل واحد ليه صوت ابتدى يطلعه، فابتدى منتخبات تهزر، نجوم تعلق، الناس ابتدت تشوف يعني ان مواجهة المنتخب المصري مواجهة سهلة، وابتدت تصدر المشهد ده. شفنا فيديوهات امبارح وشفنا احاديث وشفنا تصاريح، ولكن هي ليست بالاحاديث وليست بالتصاريح. انا كان عندي سؤال، هو اللعيبة هناك الوضع ايه؟ اللعيبة مع بعض الوضع ايه؟ هحكي لكم حاجة النهاردة غريبة شوية. هحكي لكم حاجة غريبة شوية لأن أنا جاي محمل الحقيقة برسالة. أنا جاي محمل برسالة. وخدوني كده واحدة واحدة. أنا كلمت النهاردة نجم كبير جدا جدا في المنتخب الوطني. قعدت أتكلم أنا وهو حوالي 10 دقايق. طمنت عليه، مش هقول طبعا أسامي لأن الأحاديث ممنوعة وقصة، وكنت فقط بطمن عليه. واثناء الاحاديث على فكره اتفهمنا، يا كابتن قول كذا، اعمل كذا، سوي كذا بتاع. قعدت استفسرت منه وقعدت اشوف ايه الكواليس وايه القصه وايه المواضيع والناس هناك اللعيبه دي حاسه بايه. الراجل ده قال لي شويه رسائل كده حابب ان انا اقولها لجمهورنا. قال لي احنا بنبذل اقصى ما عندنا، مفيش لاعب بيروح المنتخب عايز يلعب بنص رجل، دي مش موجودة، لأن دي فكرة عند الناس. ده هنا بيهزر، ده هنا بيضحك، ده هنا لا، أصل هنا ده المفروض ياخد بسرعاته ما بيجريش قوي، وده بيجري نص جارية، ده كله كلام مش موجود. النجم ده قال لي إن أنا أوصل رسالة للناس إن الدافع والحافز ثقة الناس في المنتخب هي دائما وأبدا ليها مفعول السحر. يعني بالبلدي كده قال لي أرجو إن الجمهور ما يهبطناش، أرجو إن الجمهور ما يهبطناش، ده كلام مهم جدا الناس تسمعه، أرجو إن الجمهور ما يهبطناش. في جلسة في المنتخب الوطني جمعت المنتخب كله بمحمد صلاح في عدم وجود أي حد من الجهاز الفني، واتفقوا إن مباراة يوم الأربع دي أكون أو لا أكون، أكون أو لا أكون، يعني مباراة للعودة من جديد لروح المنتخب الوطني، كان احنا نصدرها للناس. كل الناس بتتكلم فيه منتخب ناقص الروح، منتخب عايز الروح، منتخب عايز دي، منتخب عايز الروح. هم اتفقوا على كده، اتفقوا ان احنا لازم نعمل ريمونتادا، لازم نعمل كامباك جديدة، ان تفهم الناس اللي جاي ان انت جاي تلعب المنتخب الوطني، انت جاي تلعب منتخب مصر، انت جاي تلعب الاسامي الكبيره اللي انت بتسمع عنها. الناس بتتصور مع صلاح وبتتفرج عليه بذهول، واحد من افضل ثلاث لعيبه في العالم، واحد من افضل ثلاث لعيبه في العالم غير النجوم الكتير اللي موجوده. خلاص مباراه يوم الاربع دي بقت دافع عند كل لاعب، ايمن، رمضان، مصطفى، عمر، الشناوي، كل الناس، كل الناس بقى عندها الحافز والدافع كبير جدا. الرجاء الوحيد اللي قالهولي والوعد اللي قالهولي هذا النجم في هذه المكالمة ان يوم الاربع احنا عاملين عرض خاص، وكل الناس متوقعة، والكلام والهزار والتريقة، وكوت ديفوار هيعمل ايه بعد ما كسبوا الجزائر حامل اللقب اربعة، هيعمل معنا ايه؟ قالك ادينا هنشوف 3-1، انا اسف، 90 دقيقة وهنتفرج، 90 دقيقة وهنتفرج. لعيبة المنتخب نازلة يوم الأربع تعمل عرض، يعني نازلة يوم الأربع بروح معنوية مختلفة تماما. دي رسالة أنا يعني ما على الرسول إلا البلاغ. وطلبوا من الجمهور الدعم، وطلبوا من الجمهور ما تهبطوناش. طبعا ما تفتحش حته ما نتريقش على المنتخب، الحاجات دي عيب، الحاجات دي ما يصحش ان نتكلم فيها، الحاجات دي مش مجال حديث، الحاجات دي مش بتاعتنا، الحاجات دي بتاعت ناس عايزه تهمدنا،
الحاجات دي بتاعت ناس بره الصندوق، منتخبك كسب خسر، اتبسطت زعلت، في طريقه والمسانده ليها اسلوب وليه طريقه. الرجاله هناك بتحاول، والرجاله هناك عايزه، والرجاله هناك مش هتتاخر، واحنا من هنا مش هنهزر، احنا من هنا داعمين ومساندين. احنا كاعلام ماشي، اديني بطلع معايا ميكروفون بقول، ولكن السوشيال ميديا اللي بالملايين هو ده اللي كل لعيب بيفتح موبايله 5 دقايق يتفرج. الكلام ده انتوا مش متخيلين بيعمل ايه. النهارده وانا بكلم النجم ده قال لي احيانا احيانا المسانده والدعم الحرف الحرف بمليون كلمه، يعني احنا في ظهركم ما تقلقوش، عندنا ثقه فيكم، لسه في احسن. هو ده الكلام، هو ده الكلام. فارجو من الناس ان تستوعب القصه كويس. انا جبت لكم رساله من نجم كبير بيقول اللي بيحصل في المنتخب، بيقول المنتخب ازاي ملفوف، ازاي على قلبه رجل واحد، ازاي بغض النظر مين اللي هيلعب مين اللي مش هيلعب، بيشيدوا الحقيقه الناس كلها داخل المنتخب بالدور اللي عامله محمد صلاح ككابتن فريق وحديثه مع اللاعبين. خلي بالكوا صلاح، عايز اقول لكم حاجه بقى مهمه، كل واحد في المنتخب بقى جواه قصه، سيبكوا ان هو هدف جماعي، لكن كل واحد جواه قصه، اللي عايز يعبر عن نفسه، واللي عايز يقول انا هو اللي بيدافع عن، وكله طبعا بيدافع عن اسم المنتخب، والمحلي اللي عايز النهارده يقول انا فايق، واللي عايز يحترف والمحترف، كل ده كل ده موضوع. ولكن الحمل الحمل اللي على ظهر محمد صلاح كبير. الناس بتحاسب المنتخب في حته ومحمد صلاح في حته. ارجو ان الناس تعامل محمد صلاح كلاعب في المنتخب الوطني. انت في حته تانيه وحجمه قصه تانيه، وزي ما بتعمل في الارجنتين مع ميسي، وزي ما بتعمل مع كريستيانو، وزي ما بتعمل مع ماني، ماشي، ولكن بلاش نحمل صلاح ضغط اكتر من كده. وارد ان يوم تبقى في افضل حال، وارد ان يوم تبقى مش في افضل حال. عاتبتك وقلت لك النهارده مش يومك، بس بكره سقف لك وازقك. انا مش عايزكم تنسوا يا جماعه، يعني مش يعني انا مش عايز دايما الحقيقه، يعني بقى في كده حته اي واحد بيقول حاجه غلط صوته عالي الناس كلها تمشي وراه. يعني واحد يقول لك اصل محمد صلاح مع المنتخب، هو مش محمد صلاح ده اللي رحنا معاه نهائي افريقيا بعد دورتين ثلاثه ما بنروحش؟ هو محمد صلاح ده اللي مش رحنا معاه كاس العالم؟ هو محمد صلاح ده اللي مش قدام الكونغو هنا في مصر اللي دغدغ الدنيا وقعد يشد في الارض ويشد في شعره؟ مش محمد صلاح ده اللي ياما اسعدنا؟ مش محمد صلاح ده اللي معاه كان كوبر العب لصلاح؟ مش محمد صلاح ده اللي عمره ما اتغاب عن المنتخب ولا دقيقه؟ مش هو ده صلاح؟ ولا في اتنين تلاته صلاح؟ ولا الحساب بالكلمه؟ لا، انا عاتب ابني ولكن اسانده. مفيش هزار، احنا يوم الاربع ورا المنتخب، انا باكد لكم وعلى مسؤوليتي الشخصيه، ان شاء الله باذن الله المنتخب الوطني امام كوت ديفوار هيظهر بمظهر مشرف جدا. عارف ان كل الناس الكلام ده مش هيجيب معاه، وما في ماتش السودان مستوانا كان متواضع، وفي المباراه الاولى ما كناش افضل حاجه، ماشي كل ده كويس، بس احنا منتخب مصر، احنا منتخب مصر، احنا في حته تانيه، وصلاح في حته تاسعه، واللعيبه دي في حته رابعه، والشناوي في حته سبعه، زي ما انتوا عايزين، علي على العالي ما يهمكش، جمد قلبك، لكن ما تهبطش الدنيا، ما تهبطش الدنيا، ما تهبطش اللعيبه، ما تمشيش ورا كلام الناس اللي مش عايزه المصلحه العامه، مش عايزه تفرح. احباط في احباط، عمر الاحباط ما هيجيب حاجه. شخصيه البطل دايما كده، حتى ان اي نادي كبير بيجي النهارده بيقوم النهارده خسران خساره كبيره بنسقف ونقول اقف اقف اللي بعده، اقف اقف اللي بعده. هو ده الموضوع وهو ده المهم. بنبارك طبعا للمنتخب التونسي، الف مبروك الفوز على منتخب نيجيريا والجابون كمان، يعني النهارده بوركينا فاسو بتتأهل على حساب الجابون.
تونس النهاردة أول فوز على نيجيريا، تونس خاض اللقاء في أمم أفريقيا، تونس خاض اللقاء وهو عنده 7 كورونا، مديره الفني مش موجود. يعني يعني النهاردة كل التوقعات تقول لك إن تونس، منتخب تونس رايح في ظروف غامضة جدا، كسب نيجيريا، ونيجيريا منتخب كبير. نيجيريا منتخب كبير. فإذا الكورة فيها كل حاجة. الثقة والغرور أخذ نيجيريا على بره بره. تصريحاتهم قبل الماتش انسى، نيجيريا كسبت قبل المباراة وتونس كسبت في المباراة، فعشان كده انتزعوا اللقاء. تونس كان ثالث المجموعة بتاعته ولكن رايح لدور الثمانية. الكرة فيها كل حاجة. أحمد عيد عبد الملك واحد من نجوم نادي الزمالك ونجوم مصر السابقين. كابتن أحمد مساء الخير. الخير يا كابتن سيف، مساء الفل عليك وعلى كل المشاهدين ومشاهدين نون سبورت. وحشنا يا كابتن، اخبارك ايه؟ الحمد لله زي الفل يا كابتن، تمام الحمد لله. رايك في المنتخب وكيروش؟ يعني هو الامور مشيت معانا طبعا، المنتخب احنا مش مبسوطين من الاداء طبعا، اكيد احنا منتخب مصر دايما اصحاب الكره الحلوه. انت عارف المنتخب الشعب المصري في الكوره ما بيعجبوش العجب، يعني انا بتكلم بالبلدي كده، يعني لعبنا الكره الحلوه والامور، لكن النتائج مشيت. ربنا يسهل الفتره الجايه بقى، الماتشات اللي جايه ديت وماتشات تصفيات كاس العالم كمان. شفنا القرعه كمان، قرعه قويه بالنسبه لنا، ماتشين جامدين، السنغال رايح جاي، غير طبعا التركيز اللي احنا المفروض نبقى عايشينه دلوقتي. ماتش مهم برضو، ماتش كوت ديفوار كلها مرشحه كوت ديفوار طبعا على اداء منتخب مصر في المجموعات، لكن هذيك لسه يا كابتن تيف بتقول تونس، يعني لسه بتتكلم على تونس جايه من بعيد خالص، ثالث المجموعه، كان وارد جدا ان هم يبقوا بره المجموعه، بره دوري المجموعات، والنهارده في دور الثمانيه خلاص، صعدوا دور الثمانيه. الكوره مالهاش كبير، الكوره عايزه اللي يتعب ويجتهد في الملعب اولا، تاني حاجه احنا منتخب مصر بتلعب باسمك الكبير، المنتخبات ديت في الثلاث بطولات اللي خدناهم منهم منتخب كوت ديفوار لما بيضربوا لك تعظيم سلام بينزل مغلوب منك 2-0 و3-0 قبل الماتش من اسم منتخب مصر والقلق من منتخب مصر. هل يا كابتن ده مازال موجود ولا الناس ابتدت تصريحاتها نشوف فيها شيء مختلف، ولا هي مجرد تصريحات؟ لا ما هو مازال موجود، الطبيعي اللي هو يبقى مازال موجود، انت بطل القاره التاريخي بسبع القاب، وان شاء الله يبقى ليه نصيب المره دي كمان بطوله ثامنه كمان. لا موجود طبعا، بالاضافه ان انت عندك واحد من احسن لاعبي العالم كمان محمد صلاح، طبعا ربنا يديله الصحه كده ويبقى موفق في الماتشات اللي لعبها ونشوفه بمظهر احسن من الماتشات اللي فاتت طبعا. بتمنى يعني طبعا ان الفرقه واللعيبه كلهم يبقوا مركزين، ومستر كيروش يبقى مركز. في بعض الحاجات كمان لازم نحمل اللعيبه فيها حاجات، يعني في حاجات بيتكلم على خطه وعلى تغيير اماكن وعلى الحاجات دي كلها، لكن في بعض الاوقات الراجل بيحط مثلا التشكيل والحاجات صح، ففي الاخر انت لعيب كوره ولعيب منتخب مصر، فالطبيعي اللي انت يبقى عندك الحافز اللي انت تطلع كل حاجه، وانت كمان في لعيبه كتير في الملعب، لعيبه محترفه ولعيبه خبرات كبيره جدا ولعبوا نهائيات قبل كده وصعدوا كاس عالم. انت ايه التشكيل يا كابتن اللي انت شايف ان هو الافضل يوم الاربعاء؟ التشكيل الافضل يعني هو لو طبعا الونشي موجود وفتوح، انا مش عارف طبعا الناس الونشي وفتوح موجودين ولا مش موجودين في فتوح نزل، بس هل هيديله ولا لا لسه بقى مش عارفين. الونشي ما اعتقدش موجود. انا بالنسبه لي التشكيل الامثل هو التشكيل عمر كمال عبد الواحد ناحيه اليمين، والشناوي طبعا، وعمر كمال عبد الواحد، والونشي، وحجازي، واحمد فتوح، وفي نص الملعب النني والسوليه وزيزو ثالث في نص الملعب. وجهه نظري برضو ان هو الراجل طبعا مقتنع جدا بمرموش، لكن انا وجهه نظري ان لازم حد من الناس يبقى موجود. لو زيزو مش هيلعب في نص الملعب، يلعب ناحيه الشمال مكان الراجل مرموش،
مرموش طبعا لعيب كويس ولعيب مستقبل منتخب مصر، لكن انت حطيت زيزو في 8. انا حطيته في 8 بس اتمنى، انا وجهة نظري طبعا بتمنى اللي هي تحصل، ان رمضان صبحي يبقى ليه دور مع المنتخب في الماتشات ديت، والراجل طبعا بعده انا مش عارف ليه، بس ده وجهة نظر التشكيل الامثل. رمضان برده عنده خبرات افريقيه وخبرات دوليه له فتره كبيره طبعا، ودايس في الحته الافريقيه كويس جدا. اتمنى رمضان ومحمد صلاح ومصطفى محمد يعني الثلاثه موجودين في الحته اللي قدام طبعا، بس هو الراجل اكيد مش هيبقى حاطط رمضان في الحته ديت يعني، فده وجهه نظر. اخدك ما يخص المنتخب، ما يخص الزمالك، رايك ايه في فريق الزمالك، ورايك ايه في لقاء امبارح، ورايك ايه في هزيمه الزمالك 3، ورايك ايه في العقوبات والغرامات اللي وقعت على اللاعبين؟ لا انا مع العقوبات والحاجات دي كلها طبعا، انا معاها. اي لعيب موجود بيلعب باسم نادي الزمالك وبيلبس تيشيرت نادي الزمالك ويبقى شكله بالشكل اللي احنا شفناه امبارح في الماتش دوت، فنيا وبدنيا وفي الالتحامات والروح والحاجات دي كلها، لا اي حد يبقى بالشكل دوت ما يستحقش يلبس تيشيرت نادي الزمالك. نادي الزمالك نادي كبير، ولازم اي حد يلعب في نادي الزمالك ولابس تيشيرت نادي الزمالك ومتقيد مع الفريق الاول لازم يبقى عارف اللي هو هيبقى موجود في اي وقت وهيلعب في فيها. كابتن فيها كابتن حد من اللي كان موجود في الملعب شايف ان هو ما ينفعش يلعب في الزمالك من اللي موجودين امبارح في الملعب؟ لا كتير، انا مش هقول اسماء بس كتير بالنسبه للناس اللي موجوده كتير. في كتير، انا شفت كتير اللي انا شايفه على اللي انا شايفه امبارح. انت بتلعب لعيبه موجوده في نادي الزمالك بتاخد عقود ملايين والكلام ده، وبتشوف الاداء ده وبتتغلب من فرقه طبعا فرقه رجاله، لا فرقه المحله. انا بوجهه نظري فرقه رجاله، لعيبه ما بتاخدش عقود عاليه، ما بتاخدش حاجه خالص بالنسبه لعقود بالمقارنه بعقود نادي الزمالك او بالمقارنه باللعيبه اللي موجوده امبارح في الملعب. تفاوت كبير جدا في العقود، ونشوف الاداء ده وبتلعب على استاد القاهره ونادي الزمالك ما قعد بقاله فتره كبيره جدا ما بيتغلبش الا اخر ماتشين بيتغلبهم وبطل الدوري. لكن انت حاسب نفسك انت لعيب مش اساسي، دي مشكلتك انت، لكن انت بتلعب في نادي الزمالك لازم تعتبر نفسك كل حاجه، هتبقى موجود في اي وقت. مش احنا مش نادي الزمالك مش 10 اساسيين بس والباقي لا مش موجود. لازم تحسب نفسك انت لعيب كبير، والتيشيرت اللي انت لابسه ده ليه اسمه وليه تاريخه يعني، فاللعيبه دي لازم تبقى عارفه وحاسبه كويس جدا كل حاجه بتعملها في الملعب. النهارده انا وحش ليه؟ لازم ابقى شايف انا وحش ليه؟ انت وحش عشان انت ما عندكش روح عاليه، روحك مش عاليه، الفرقه اللي بتلعبك روحها اعلى منك، وانت لابس تيشيرت نادي الزمالك. نادي غزل المحله نادي جماهيري ونادي كبير، لكن نادي الزمالك نادي عريق وكبير جدا، بطل الدوري اخر نسخه واكثر فريق خد بطولات في القرن العشرين في بطوله افريقيا كلها. رايك ايه يا كابتن في اوباما؟ اوباما لازم يراجع نفسه بشكل كبير جدا. انا شايف اللي هو حاليا لازم ما يبقاش موجود في التشكيل الاساسي لنادي الزمالك، لعيب من اللعيبه الاساسيه المفروض لازم تشوف انت واقف فين، وانت المفروض ان انت مستقر وعقدك متجدد وكل الامور. لا يا كابتن، ده انا عارف ان اوباما هو اللاعب الوحيد اللي اخذ كمان عقده السنه دي. انا بقول لك طبعا انا ما يعني كل اللعيبه اصحابي، واوباما صاحبي واحد من اصحابي، بس انا اوباما لازم يبقى الفتره ديت لازم يقعد ولازم يراجع نفسه، ولازم الراجل بيتكلم عليه بشكل كويس. ده الراجل لازم يتكلم ويقول كده، لكن انا لازم اراجع نفسي. انا اوباما انا بقالي 5 6 سنين بلعب في فريق نادي الزمالك ما رحتش منتخب مصر ولا مره. لازم تعرف ان العيب في مين، يعني مش كل المدربين هتقول اوقات انت كنت كويس جدا وبتكسب الفرقه، لكن لازم يبقى في استمراريه. انت بتلعب في نادي الزمالك ما بتلعبش في نادي صغير، اي لعيب الكلام ده كله للعيبه كلها، مش لاوباما بس، من الكبير للصغير اي حد لابس تيشيرت نادي الزمالك لازم يفهم الكلام ده. رايك كابتن في ظهور الناشئين الاهلي والروح اللي ظهروا عليها، رايك ايه؟ انا شايف ان النادي الاهلي يعني هو واخد الامور تسويقيا اكتر، دي وجهه نظر، انا وجهه نظر الشخصيه، واخد اللعيبه ان هو بيسوق اللعيبه طبعا لعيبته بشكل كبير. انا شايف ان ما حدش من اللعيبه اللي هتبقى اللي موجوده دي كلها هيبقى ليه دور مع النادي الاهلي الفتره الجايه، وكلنا عارفين السياسه ديت سواء في الزمالك او في الاهلي. بنتكلم بالعربي او بالبلدي كده، ما فيش حد من الناشئين بيطلع وبيلعب في الفريق الاول، احنا نادي الزمالك ونادي الاهلي بيعتمدوا على اللعيبه اللي بيشتروها من بره وبتدفع ملايين كبيره وما بتعملش حاجه خالص او ما بتدخلش ناشئين، والنادي الاهلي بيفكر في تسويق اللعيبه ديت قبل ما يمشوا في اخر الموسم. انا بكلمك اللي انا شايفه يعني في الكوره.
بس ايه رايك في ظهورهم يا كابتن؟ الروح اللي كانوا عليها وادائهم في البطوله ده طبيعي طبعا، اللي هو بيبقى بيمثل فريق كبير، اي حد بيمثل فريق كبير وناشئ طالع لازم بيطلع كل اللي عنده. وجهه نظري برضو لو كان الكلام ده موجود مع فرقه ناشئين الزمالك هم اللي خدوا الكلام ده، وانا شايف حتى اي حد لعب من الناشئين امبارح لو شفت سيف جعفر نزل 5 دقايق بيموت نفسه بيغل وبيعاوز يبقى موجود، فده طبيعي طبعا، وحاجه بالنسبه للناشئين تحسب. اي حد اي ناشئ يلعب بتيشيرت الفريق الاول ويعمل الاداء او روحه تبقى عاليه بالشكل دوت لازم نقول له شابوه. يعني شو فهمت ايه امبارح يا كابتن من كارتيرون؟ يعني لعب اللعيبه وبعدين ادى الناشئين اخر 10 دقائق والفرقه خسرانه، فهل انت كنت عايز تجرب الناشئين ولا انت نزلت اللعيبه عشان تقول ان انا دفعت بالناشئين؟ المشهد ما فهمتوش. لا انا مش يعني انا اللي شايفه ان هو من بدايه البطوله لخبطه كبيره جدا، انت ولا اديت ناشئين اديتهم بشكل كويس ولا حتى شفنا الشغل اللي المفروض يبقى انت وارد اللعبة اللي موجوده ديت تبقى هي اللي هتلعب اصلا ماتشات الدوري، اصابات ايقافات اي حاجه، دول لعيبه موجوده في فريق نادي الزمالك، ونادي الزمالك كمان للاسف القيد عنده موهوب فمش هيجيب لعيبه من بره، فهم دول اللي مكملين مع نادي الزمالك لاخر الدوري ولاخر البطوله الافريقيه ولاخر بطوله الكاس وبيلعب بالبطوله ديت. انا طبعا يعني شايف ان الراجل عامل لخبطه كبيره جدا بالنسبه لنفسه هو او بالنسبه للفرقه، اتمنى اللي هو يراجع نفسه ويشوف هو رايح فين ويشوف الشغل اللي هو بيشتغله، ولازم الناس كلها تاخد نفس الشغل، ما اشتغلش على 10 12 لعيب بس في الفرقه وباقي الفرقه ما يبقاش واخد نفس الشغل بتاعي ومش حافظ السيستم بتاعه ومش حافظ الشغل بتاعي، عشان احنا شايفين التفاوت اللي في المستوى بين الاساسي وبين الاحتياطي فرق كبير جدا، شفناه امبارح او شفناه في ال3 ماتشات بتوع البطوله اللي فاتت ديت. ويمكن طبعا امبارح يمكن اتكلمت وقلت ان نادي الزمالك نادي كبير وما يستحقش اي حد بيعمل الاداء ده يبقى موجود في نادي الزمالك. يعني كزملكاوي كابتن الان الان من الشكل اللي شفته امبارح، لكن انا مطمن عشان عندي قوام اساسي بسم الله ما شاء الله، يعني كلهم هم في المنتخبات دلوقتي، نادي الزمالك بيمثل اكبر عدد من اللعيبه اللي موجوده في بطوله افريقيا دلوقتي، 9 لعيبه اكتر نادي ممثل لعيبه، فدي حاجه برضو مش سهله. نادي الزمالك عنده 11 لعيب بما فيهم حارس المرمى اساسيين في منتخباتهم او موجودين مع منتخباتهم في بطوله افريقيا. لا طبعا ما فيش قلق، وطبعا نادي الزمالك بطل الدوري ونادي الزمالك هينافس على بطوله افريقيا ان شاء الله، ونادي الزمالك قريب اللي هو ياخد بطوله الكاس، وباذن الله كده نادي الزمالك السنه دي يبقى موجود على منصه التتويج الافريقي باذن الله. ان شاء الله كابتن بالتوفيق ان شاء الله في اللي جاي، وبتشرف بوجودك معايا حبيبي. شكرا. بشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد عبد الملك نجم الزمالك السابق ونجم مصر، بشكره شكرا جزيلا. طيب دي كانت اخبارنا عن المنتخب الوطني. عايز اقول لكم ان الناس احيانا بقت في مباريات دائما وابدا من خارج المستطيل الاخضر، يعني مباراه مصر والسنغال هي مباراه خارج الملعب ما بين صلاح ومانيه. قول يا عم مانيه زي ما تقول واعمل فيديو زي ما انت عايز، مفيش مشكله. كل الناس قالت ان التوقيت ده مصر لسه عندها مباراة في كأس الأمم الأفريقية والسنغال هتلاعب ملاوي فلازم كله يركز، ولكن المعلم مانيه طلع الطلعة بدري قوي، بس مفيش مشاكل، انتظر الرد مش مشكلة. هي في الآخر ده منتخب بلده، هو بيعمل فيديو يعني كتحفيزي ليه، وطبيعي ان هو يقول كده، ولكن لازم تبقى عارف حاجة، احنا ملوك الفيديوهات، يعني ما تقلقش قبل ماتش مصر والسنغال هتلاقي دعم من كل الشعب المصري وكل الوطن العربي لمنتخب مصر ومحمد صلاح، لان هي بقت مباراة كمان خارج المستطيل الاخضر ما بين ماني وصلاح، هما دائما وابدا في صراع او في سباق شريف يعني او منافسة شريفة، ولكن ده مع منتخب بلده وده مع منتخب بلده. صلاح بيحضر ايه او هيحضر ايه؟ لسه المفاجأة جاية، اصبر ما تقلقش، اصبر عشان تاخد حاجة كويسة.
ما تقلقش. كابتن شاوي غريب مدير الفني المنتخب الاولمبي، كابتن شاوي مساء الخير. مساء الفل، ازيك سيف؟ ازيك حضرتك حبيبي؟ اخبارك يا كابتن؟ كله تمام؟ كله زي الفل الحمد لله، والله كله تمام الحمد لله. راي حضرتك في مستوى المنتخب، راي حضرتك في ماتش كوت ديفوار اللي جاي، راي حضرتك في القرعه والسنغال. والله يا كابتن سيف، يمكن لما نشوف، لما هنتكلم على مستوى المنتخب، انا شايف ان طبعا من اول مباراه نيجيريا بدا التنظيم، من بعد يعني من بعد مباراه نيجيريا او مباراه نيجيريا وما بعدها المباراه، بدا في تنظيم داخل الملعب، بدا في روح ثانيه خالص الفريق، بدا في شكل، يمكن الاحساس ان احنا اتخلدنا من نيجيريا وبقينا دخلنا في مرحله خطر، وده طبيعه الانسان المصري انه لما بتحط تحت صعاب وتحت ضغط وتحت حاجات بيطلع اللي عنده اكتر من طاقته، اكتر من كل حاجه، ودي يمكن بتلاقيها في الحياه العمليه العامه بتاعنا، يعني كل حد شغلنا دلوقتي كل حاجه هنا في مصر او في الجمهوريه الجديده زي ما بتشوف كل حاجه هتلاقيها بتعمل بتبقى كده. والحمد لله محمد دوره محسوس، يعني يعني عايز اقول ايه، ان 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 هم بس الناس تطمن، احنا كل الشعب المصري كلنا احنا بنلعب باسم مصر دلوقتي يا كابتن سيف، كل الشعب وكل الناس كلها ورا المنتخب باذن الله، مش بنعمل ضغط على اللعيبه او حد بيعمل الضغط على، لا هو احساس الناس حاسه دلوقتي، لان طبعا كل ما بيسمع هنا في مصر بيتنقل للعيبه في المعسكر وبين اللعيبه في مصر، صح. فالحمد لله كل الكلام وكل حاجه المسانده من كل حاجه، من كل الاعلام، من كل الجماهير، من كل الناس، ان احنا باذن الله نقدر نحقق حاجه في المباراه بتاعت يوم الاربعاء. صح ان شاء الله يا كابتن، باذن الله. بشكرك كابتن شوقي، اتمنى لك كل التوفيق. الله يخليك يا كابتن، ربنا يخليك. بشكرك كابتن، شكرا جزيلا. كابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي. طيب ده ما يخص المنتخب الأول. ما يخص أخبارنا عن الأهلي والزمالك، نشوف أخبار الأهلي. الخبر اللي هقوله لكم ده، وهي رسالة الكابتن محمود الخطيب لموسيماني. أنا هقول لكم الكلام ده وركزوا معايا كويس على مسؤوليتي الشخصية، يعني أنا المسؤول عنه، وهنشوف الأيام القادمة إيه اللي هيحصل. كابتن محمود الخطيب، الأول في صورة، يعني طالما ذكرنا اسم كابتن محمود الخطيب عايز أحطها بس على الشاشة بتاعت كابتن محمود الخطيب وكابتن أشرف قاسم، أما تيجي أذا نصر قول لي. كابتن محمود الخطيب عمل رسالة لموسيماني مع كابتن سعد عبد الحفيظ، وقال له يعني انا هنا بس هقف دقيقة كده وهعلق تعليق صغير على الصورة دي. كابتن اشرف قاسم، انا من الشخصيات اللي كان لها كل احترام، لان هو شخصية يعني محترمة جدا، راجل مؤدب جدا، راجل نفسه عفيفة جدا، وهو برنس جوا نفسه، يعني هو جوه نفسه كده اشرف قاسم ده، لا عمره يطلب حاجه ولا عمره يتكلم في حاجه، يعني انا عاشرته في مواقف كتير مش من حقي ان انا اقولها او اتكلم فيها، حتى في مجال التدريب هو كان ينتظر الفرصه اللي هو يستحق، غير كده مش موضوعه. الصوره دي انا ابتديت اشوف مؤخرا ان في حاجات بقينا نقف عندها كتير قوي على السوشيال ميديا نعلق، يعني اي واحد يطلع يوم حاطط مثلا فتيله كده بين جمهور الاهلي وجمهور الزمالك، تلاقي هنا جمهور الاهلي وجمهور الزمالك ورد عليه واعمل وسوي. طيب اما تكون الصوره دي قدامنا على الشاشه، الصوره اللي قدامنا دي كابتن محمود الخطيب، كابتن اشرف قاسم، رمز من رموز واساطير النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب، ورمز من رموز نادي الزمالك طبعا كابتن اشرف قاسم. الصوره دي ما نقفش عندها ونتعلم منها حاجه؟ الصوره دي ما نقفش عندها ونتعلم منها ان احنا بنضيع وقت، وان احنا مش فاهمين اصل الشغلانه، مش فاهمين والله، احنا بنضيع وقت، احنا قاعدين بس فاهمين ان القصه دي اتعملت عشان جمهور الزمالك يرمي حاجه هنا على جمهور الاهلي، فجمهور الاهلي يرد على جمهور الزمالك، ده اللي احنا بقينا مجتهدين فيه بس. لكن صوره زي كده تعمل شير بملايين وتعمل تعليقات ونفهم منها رساله ونفهم منها علاقه نجوم الاهلي بنجوم الزمالك، ونفهم منها الرياضه دي هدفها ايه، والوسط الرياضي عندنا في مصر عامل ازاي، مش موضوعنا، مش ده اللي يعمل معانا اللقطه الحلوه. الصور دي
تسوى ملايين الدنيا، الصورة دي تسوى ملايين الدنيا. والحقيقة كابتن محمود الخطيب دائما وابدا انسان، ما عنديش تعليق اكتر من كده، هو عنده الانسانيات حاجة مهمة، وهي دي الرسالة بتاعت الرياضة. موسيماني موضوعه في النادي الاهلي كالاتي، هقول لكم ثلاث حاجات بس ركزوا فيهم، لان الثلاث حاجات دول جداد نوفي. كابتن محمود الخطيب اخذ بعض القرارات كده للمقربين يعني. الحديث عن موسيماني في نهاية الموسم. زوجة موسيماني هي مديرة اعماله. بتضغط موسيماني بيضغط دلوقتي عن طريق الاعلام او عن طريق وكيلة اعماله ان هو يمتلك، وهو حقيقي يمتلك اكتر من عرض في الدوريات العربية. يمتلك اكتر من عرض. وحصل في الإعلام الفترة الأخيرة أكتر من حديث أو ورقة ضغط بيهم. النادي الأهلي ما عندوش أي نية إن هو يغير موسيماني. موسيماني عقده لنهاية الموسم وهو مكمل لنهاية الموسم. خلاص كده؟ أمير توفيق جات له التعليمات جهز نفسك. فعنده ثلاث بدائل دلوقتي موجودين. معنى كلامي إن الأهلي هيغير؟ لا مش هيغير. الأهلي موسيماني مكمل معاه لنهاية الموسم. ولكن وكيلة أعمال، مش هقول زوجة بقى، وكيلة أعمال موسيماني رمت الورق في الإعلام إن موسيماني يمتلك عروض، والنادي الأهلي أيضا يمتلك سيبيهات. ركزوا في كلامي، أنت بترمي من هنا وأنا محضر نفسي ما تقلقش. أنت معتمد على بطولات كبيرة، أنا بفهمكم الجيم دلوقتي ماشي إزاي، واللي ودى الجيم ده مين؟ هو موسيماني. أنت بتعتمد، بتقول أنا في السبع سنين، ودي كلمة على فكرة عاملة زعل شديد داخل النادي الأهلي، إن كان في مدربين قبل كده في السنين فاتت بس أنا اللي عملته وأنا اللي جبت. النادي الأهلي دائما ليه طريقة في الحديث مختلفة، ودي زعلت مدربين كتير، ودي اللي خلت الكابتن محسن صالح يرد بتويتة حتى لو شالها، ولكن هو رد محترم ومنطقي جدا، بيذكر الناس. فإذا النهاردة موسيماني بقى بيشتغل بورقة أنا جبت بطولات، وكمان النادي الأهلي وإدارته بيقولوا لا، اللي بيدرب الأهلي نجم، والأهلي هو من يصنع النجوم، مع إن هو موسيماني شريك في هذه البطولات لأن ده حقه، زي ماني وجوزيه ما بنقول إن ده حقه أي حد، ولكن الأهلي زي ما قلت لكم ما بيضغطش عليه. إذا موسيماني النهارده شغال في سكة، والأهلي شغال في سكة. موسيماني في الساعات الأخيرة بعت رسالة للكابتن محمود الخطيب، أنا يعني كنت غير موفق في تصريحاتي، وأنا يعني بما معناه بعتذر أو حصل سوء تفاهم، وأنا مكمل في النادي الأهلي. ردوا عليه إدارة النادي الأهلي، حديثنا عن التجديد هو في نهاية الموسم. الحديث عن التجديد مع موسيماني في نهاية الموسم. واحد يقول لي بس انت طلعت قبل كده وقلت ان موسيماني جدد. ايوه اتفقوا كان على كل الشروط بما فيهم الفلوس والماديات، ولكن وقفوا عند شرط واحد بس وكان لا يمكن ينفذه النادي الاهلي، وهو ان انت تبقى العقد سنتين، العقد ثلاث سنين. فانت النهارده انا مشيت بعد سنة اخد العقد كله، والنادي الاهلي حط شرط جزائي ست شهور. يعني انك انت اداره الاهلي تقرر ان يحط لك شرط جزائي ست شهور، فده ثقه كبيره جدا ورقم كبير. كان لازم موسيماني في التوقيت ده يعرف الحته دي ويعرف المساله دي، ويعرف النهارده ان النادي الاهلي ما يحط ست شهور ده رقم كبير جدا، لكن عشان تحط عقدك كله فده مستحيل في النادي الاهلي. موسيماني نفسه هو اللي صرح لما جه النادي الاهلي، قال انا عارف ان ضماني في النادي الاهلي هي البطولات، ورحيلي من النادي الاهلي هو البطولات. هو صرح تصريحات قبل ما يجي، وبعد ما حصل على البطولات التصريحات اتغيرت. اذا النهارده اللي واقف على ارض ثابته، واللي قلبه حديد، واللي مجهز نفسه بشكل جيد هو اداره النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي ما بيقلقش، وجمهور النادي الاهلي عارف دائما وابدا لا بيقلق ان نجم يمشي من فريقه، ولا بيقلق ان مدير فني يمشي، ولا بيقلق من اي حاجه. عارف دايما ان البدائل جاهزه، لان يبقى دايما النجم رقم واحد هو اسم وكيان النادي الاهلي. النادي الاهلي عامل تهديد 50,000 جنيه لاي، او غرامه 50,000 جنيه لاي لاعب هيوجد في تجمعات فرح، عيد ميلاد، اي حاجه، لان الفتره اللي فاتت الحقيقه كانت تجمعات كتيره جدا مما ادت الى عدد كبير من الاصابات، ولكن الفتره اللي جايه خلاص ما تسمحش اي غيابات للنادي الاهلي تؤثر عليه بشكل كبير. والنادي الاهلي مسافر الاسبوع القادم لكاس العالم للانديه لدوله الامارات.
اكرم توفيق بيعمل عمليه الرباط الصليبي، خلاص بيستعد للسفر لالمانيا الاسبوع الجاي ان شاء الله، ويا رب نتمنى له الف سلامه ويستاهل كل خير كل خير. نشوف اخبار الزمالك. ابو جبل خلاص بيقترب من التجديد لنادي الزمالك، امير مرتضى منصور بيقعد كذا جلسه مع ابو جبل وبيفنش وبيخلص الامور معاه. طارق حامد اول واحد هيجدد في الزمالك واموره خلاص يعني على الاعتاب. كمان عايز اقول لكم موضوع مهم جدا، الموضوع المهم ان مصطفى فتحي موضوعه خلص وانتهى والامور على ما يرام، وده اللي امير قاله امير مرتضى منصور امبارح. امير مرتضى هيكون ليه لقاء معانا تكمله لقاء امبارح، هنذيعه ان شاء الله باذن الله بعد الفقره بتاعه الكابتن جمال حمزه، هيكون معايا بعد الفصل كابتن جمال حمزه وهنسمع تصريحات امير مرتضى منصور. الحته اللي انا عايز اقولها لكم وهي حته مهمه جدا، ان محمد صبحي بيتمسك بالاستمرار في اللعب خارج نادي الزمالك، وبيقول انا مش هقدر ارجع دلوقتي، انا عايز العب اساسي والموضوع انتهى. فاركو هيدفع ال 25 مليون جنيه عشان يكمل فين صبحي؟ عشان يكمل في فاركو. ركزوا معايا في الكلام، واحد يقول لك ما هيدفع وهيوديه، مش هيوديه في حته، صبحي مكمل الموسم القادم في نادي فاركو. طيب عمر كمال عبد الواحد رجع الزمالك، عقده سنتين، عقده 3 سنين يسمح له انه يرجع. اسمعوا التصريح ده كويس عشان بعد كده هنتقابل ونشوف القصة. محمد صبحي هيكمل في فاركو، عمر كمال عبد الواحد هيكمل في فيوتشر. عمر كمال عبد الواحد لن يعود لنادي الزمالك، عمر ماضي 3 سنين، يقدر يرجع نادي الزمالك لو هو رغبته بعد أول سنة، ومش هيرجع، هيكمل التجربة في فيوتشر. فاركو وفيوتشر الناديين دول بالذات اهو، عشان أنا بتكلم دلوقتي على حالة تخص عمر وحالة تخص محمد صبحي، مش هتقدر تاخد منهم لاعب بسهولة. أندية عندها طموحات كبيرة جدا وعندها ملاءة مالية جيدة، مش هتقدر تاخد منه لعيب بسهولة. يعني في كلام على أحمد رفعت في فيوتشر، في كلام على عمر كمال عبد الواحد في فيوتشر، محدش هيقدر أو محدش هيعرف ياخدهم لأن أمورهم مستقرة، بيأدوا بشكل جيد، علي ماهر عارف يبيع لهم البيعة، بينضموا المنتخب، بيتألقوا وبياخدوا فلوس كويسة. اوعى حد بقى يجي في الاخر يقول لي الفلوس ومش مهم، لا لا لا، العقود بقت كويسه جدا في فيوتشر، في سيراميكا، في فاركو، في البنك الاهلي، في الاتحاد، في بيراميدز، في الاهلي، في الزمالك، الحسبه الصراع بقى كبير، مش سهل ان انت تاخد لاعب لا من فاركو ولا من فيوتشر. اذا النهارده لا صبحي راجع ولا عمر راجع، وعشان برضه تبقى الامور واضحه مش هيروحوا النادي الاهلي، هم مكملين، ده في فاركو وده في فيوتشر. طيب نروح يعني طبعا واجب العزاء لنجم مصر، واحد من اساطير افريقيا طبعا، كابتن محمد زيدان في وفاه والده كان العزاء النهارده. كابتن زيدان مساء الخير. مساء النور يا كابتن سيف، ربنا يخليك يا حبيبي. ازيك، اخبارك ايه، عامل ايه، كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله، حاجه كل حاجه بقال الله يا رب، وربنا يعني يصبرك دايما ويرحمه، ويعني حب الناس حاجه كبيره، وشفنا الحقيقه يعني حب الناس معاك النهارده كبير. ربنا يخليك يا كابتن سيف، ويعني بشكر طبعا الناس كلها والصحاب والاصدقاء والاهل، ويعني زي ما انت قلت فعلا حب الناس هو يعني هو الكنز الحقيقي اللي ربنا بيديه للواحد، وكمان الصحبه الجميله والناس الحلوه اللي في حياه الانسان هي فعلا اكبر حاجه واكتر حاجه ربنا بيديها للواحد. وطبعا يعني بشكر بجد والله من قلبي محافظه بورسعيد والناس اللي بورسعيد كلهم، واللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد يعني كتر الف خيره، وساعدنا في كل حاجه وسهل لنا كل حاجه وحضر بنفسه. وطبعا بشكر كل اصحابي وكل الناس اللي جولي من القاهره لبورسعيد بشكرهم، واللي ما قدروش يجوا طبعا واللي انا قلت لهم بلاش يجوا عشان خاطر ان احنا عاملين حاجه في القاهره وجولي في القاهره. يعني انا عايز اقول لك، انا عايز اقول لك حاجه كمان مهمه جدا، انا اول مره اعرف ان عندك اخوات ولاد. لا احنا كتير، احنا 5 ولاد. يا اربع اخوات ولاد، احنا 5، انا الكبير وفي 3 بنات كمان، فيعني الأسرة كبيرة جدا والعيلة كبيرة ما شاء الله، والحمد لله على كل حاجة. يعني ربنا ربنا يعني يصبرهم، ويعني وان شاء الله باذن الله يصبرك ويصبر والدتك، وانا انا عارف ان انت دايما يا كابتن سيف انت لا صاحب فضل،
ده انا اتشرف والله يا زدان والله والله يعني والله تجدي على راسي وكل زمايلي يا كابتن سيف، كابتن حسام غالي، كابتن محمد فضل، كل الناس اللي جم، كابتن ما فيش حد ما جاش، وطبعا النائب احمد دياب، النائب محمد الكرحي، الاستاذ جمال مبارك، والاستاذ علاء مبارك، طبعا صحاب واجد كبير جدا والله يا زدان. انا عمال اقول اسامي يعني في ناس كتيره جدا جدا، وكل صحابي اللي هم اقرب الناس ليا على حياتي، رجال الاعمال الكبار طبعا، احمد العسال واحمد منصور وكل الناس الجميله، محمد العسال، محمد زكي اخويا طبعا وحبيبي، محمد ابو غالي، كريم ابو غالي، يعني بص انا والله في ناس كتيره جدا، باشمهندس احمد صبور، كان عايز يجي بشكر الناس كلها دول بجد، الاهل والاخوه وكل حاجه حلوه في الدنيا، ويعني ربنا بس يعني ما نشوفش اي حاجه وحشه وما نشوفش اي حاجه وحشه بصراحه. زدان تسال كل خير طبعا القناه معلش انا اسف برضو، الاستاذ ايمن سالم طبعا وعمرو مخلوف وكل الناس في القناه اللي هم اصحابي واخواتي اللي معانا على طول، جم وادوا الواجب ويعني كتر الف خيرهم، ويعني حب الناس ده هو اكبر نعمه في الدنيا بجد. يا رب البقاء لله زدان والبقاء في حياتك، ويا رب يصبركم ودايما بنتشرف بوجودك، والخير ليك بقى ولاخواتك ان شاء الله في اللي جاي. ربنا يخليك يا كابتن، بشكرك جدا، بشكرك شكرا جزيلا. نجمنا محمد زدان بشكره شكرا جزيلا. طبعا زيدان من الشخصيات الطيبه جدا، ويعني حابب يشكر كل الناس اللي جات له، الواحد في احزانه الحقيقه بيبقى يعني وقفه الناس بتفرق معاه بشكل جيد يعني. الله يرحمه، ونتمنى ان شاء الله لزيدان ولاخواته والاسره يعني الخير ان شاء الله باذن الله في القادم. فاصل، وبعد الفاصل كابتن جمال حمزه نجم نادي الزمالك بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، كابتن جمال حمزه مشرفني منورني. حبيبي يا كابتن سيف، وحشني. ازي حضرتك؟ كله تمام الحمد لله. كله كويس كله الحمد لله. الحمد لله. هل انت من القلقانين ولا من المطمئنين لمباراه كوت ديفوار؟ لا، من المتفائلين. متفائلين؟ اه، يعني بعيدا يعني عن الفنيات، بس عندي احساس ان احنا هنعدي يعني. وليه بعيد عن الفنيات؟ لان لو احنا بنتكلم يعني فنيات الطبيعي، لا كوت ديفوار افضل. ف يعني مش عايز اقول ان هم يعني الموضوع مثلا 70 30 بالنسبه لهم، ولكن في الاخر في حاجات كتيره قوي غير فنيات الكوره ممكن تاثر، تاريخ بيأثر، الجهد، الاصرار، التحضير للمباراه نفسه، قرايه الخصم، في حاجات كتيره قوي ممكن تعوض الفنيات يعني. ممكن دي بتحصل كتير، فرق صغيره تكسب فرق كبيره، مش شرط ان انا الاقوى ابقى انا اللي اكسب. انما هنا انت بتقابل منتخب مصر بتاريخه بلاعيبته بقى الكبيره اللي موجوده، زي ما قلنا في بعض الاوقات المباريات اللي فاتت ما عجبتناش الاداء بشكل عام، في لخبطه شويه في التشكيل من المباراه الاولانيه برضه، فهو ده اللي ممكن كان قلقنا شويه. الاسئله اللي كل الناس قاعده بتسالها لبعض. اه بالظبط. هو السولية احسن ولا النني ولا حمدي؟ هو مرموش افضل ولا رمضان ولا تريزيجيه؟ والله هو المفروض ان الاجابه دي تبقى للمدير الفني. لا انا بتكلم يعني من وجهه نظرك انت الفنيه. ما هو احنا المشكله ان احنا يعني بنتكلم في حاجات معينه من وجهه نظرنا احنا بعيد، فانا مثلا من وجهه نظري ان رمضان صبحي خبراته افضل من مرموش، اجهز من تريزيجيه، فبالنسبه لي ممكن يبقى في المكان ده رمضان صبحي افضل واحد، رقم واحد بالنسبه لي. الحاجه الثانيه نص الملعب، ما انا يعني طالب منهم ايه؟ هي دي برضو النقطه. انا يعني ممكن العب بالنني وممكن العب بعمرو السوليه، بس طالب منهم ايه؟ ما انا احنا نفسنا مش فاهمين ايه اللي مطلوب منهم. واعتقد ان في بعض الاوقات اللعيبه نفسها مش فاهمه هي بتعمل ايه، لانه ده اللي واضح لنا. ما اعرفش ده الكلام يعني مش اكيد مش مؤكد، بس ده اللي واضح لنا ان شويه بنلاقي السولية هو رقم 6، بعدين شويه النني رقم 6. ففي لخبطه شويه في التشكيل، في لخبطه في المهام، فجاه بتلاعب زيزو تروح منزله ناحيه الشمال، طب ما هو قوته ناحيه اليمين. فجاه بتلاعب عبد الله السعيد في من اول المباراه 90 دقيقه، وده صعب جدا في الاجواء دي، في مع السن بتاع عبد الله، في مكان غير مكانه اللي هو متطلبات جهد بدني اكبر. فكل دي امور مخليه ان الشكل مش كويس. بس يعني هو ده اللي الناس بتختلف فيه، وده اللي الناس بتتكلم فيه. من الاختيارات من البدايه ممكن كان في علامات استفهام في بعض الاختيارات، بس ده مجرد كلام. قول لي في مين. هقول لك في مين مثلا. من الراجل اللي الراجل مختارهم، الراجل مختار، نتكلم عن المباراة الأولانية مباراة نيجيريا، الراجل كان مختار أكرم توفيق
اتمنى له طبعا الشفاء والسلامه. رقم واحد ناحيه اليمين تمام وفتوح ناحيه الشمال وحجازي والونش تمام. مين البودله؟ البودله مين؟ عمر كمال عبد الواحد ناحيه اليمين أشرف. المفروض انه ايمن اشرف وهو مش مكانه ولا مكانه عمر كمال يعني كمان عمر كمال مش باك رايت. فانت لما تعور اكرم توفيق خفت تلعب عمر كمال مش ده اللي حصل في ماتش نيجيريا ورحت ملاعب عبد المنعم اللي هو سيرد باك رحت ملاعبه باك رايت. طب ما انت الاختيارات بتاعتك انت نفسك مش واثق فيها. طب انت يعني خدتها على انهي اساس؟ ما هو ده كانت اقوى مباراه في المجموعه خلينا برضو نتكلم بصراحه صح. احترامي طبعا للفرق اللي احنا لعبناها بعد كده بس مباراه نيجيريا كانت هي اقوى فرقه. فانت ادام مش واثق في اللعيب اللي انت المفروض واخده معاك ضمن المجموعه انه تلعبه المباراه الاقوى طب ما انت بعد كده هتعمل ايه؟ طب انت اخترته ليه من البدايه وانت عارف ان ده مش مكانه؟ هو اكيد عارف يعني اكيد عارف ان ايمن اشرف ده مش باك ليفت هو سيرد باك. لو عندك مشكله ناحيه الباك ليفت ممكن يؤديها. عمر كمال لاعب اساسا لعيب هجومي فممكن يؤدي الدور الهجومي كويس انما الادوار الدفاعيه لسه في عنده بعض المشاكل وده وضع طبيعي جدا. فدي كلها كانت علامات استفهام بالنسبه لنا من قبل البطوله يعني. شايف من وجهه نظرك ان 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 في تشكيله افضل للمباراه اللي جايه؟ ما هي برضو احنا من وجهه نظرنا في حاجات كتير زي اللي لسه كنت بقول لحضرتك عليها لازم تتغير يعني طريقه اللعب مش مناسبه الناس دي يعني الافراد اللي انت مختارهم للطريقه دي مش مناسباهم. طب يعني هو الراجل دلوقتي بيلعب باربعه 3-3 وبيلعب بستة وتمانيتين خلاص قصه بقت محفوظه بالنسبه لي بس هي مين السته ومين التمانيتين؟ انا بسالك بقى للطريقه دي مين افضل؟ الطريقه دي سته لازم يبقى حمدي فتحي تمام التمانيتين دول واحد منهم زيزو وواحد يا السوليه يا النني. النني في 8 ست في 8 دي جديده عايز تديله في 8 يبقى وراه حد ما بيعملهاش هو الراجل ما بيعملهاش ما هو ده ما بيلعبش غير 6 بالظبط هو ما بيع ما هو لا هو الراجل ما بيلعبوش غير 6 وفي بعض الاوقات في المباراه نفسها بتلاقي انه النني بيغير مع عمرو السوليه. فانا شايف انه الافضل في الاثنين الثالث اللي هو حمدي فتحي انه يلعب 6 حمدي فتحي والله طبعا وده المكان اللي احنا كنا بنتكلم ان طارق حامد كان لازم يبقى موجود حتى لو بديل لازم كان يبقى موجود. هو طارق حامد افضل من حمدي؟ نفس المستوى يعني ممكن يكون طارق خبراته اعلى انما دلوقتي في الفتره اللي احنا فيها الاثنين في نفس المستوى فانت لو عندك رقم واحد حمدي فتحي انت مقتنع خلاص بحمدي فتحي كان لازم يبقى رقم اثنين معاك طارق حامد لان هتحتاج له في بعض المباريات هتحتاج لطارق حامد. فانت دلوقتي ما عندكش غير حمدي فتحي عمرو السوليه او النني هو اللي ممكن يلعب 8 ولازم زيزو واحد على الشمال وزيزو على اليمين. شايف ازاي اختيار الشناوي حجازي افضل فريق في الدور الاول؟ يعني هي طبعا يعني فيها حاجه ايجابيه وفيها عامل سلبي ان انت بتختار المدافعين بتوع منتخب مصر المدافع الرئيسي بتاعك وحارس المرمى ده دليل ان احنا جت علينا هجمات كتير مضغوط يعني فالناس دي تألقت ففيها جانب ايجابي ليهم هم طبعا نفسيا ومعنويا وفيها جانب سلبي ان مفيش ولا مهاجم في التشكيله بالنسبه لنا. احنا عندنا مشكله كبيره جدا في نص الملعب من نقل الهجمه من نص الملعب الخصم لنص نص ملعبنا لنص ملعب الشناوي فارق على المنتخب بنسبه كبيره؟ طبعا اكيد 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 طبعا يعني مديك اطمئنان مطمن بصراحه مديك الشناوي موجود طبعا اكيد. طيب هاخدك شويه كده برضو سريع على نادي الزمالك رأيك ايه في المباراة الأخيرة؟ لا هي البطولة كلها مش المباراة الأخيرة بس يعني من أول البطولة البطولة مش متحضر لها كويس من الجهاز الفني مش واضح لا لينا برضو ولا واضح للعيبة ايه الهدف من البطولة يعني مثلا النادي الأهلي عامل هدف من البطولة انه بيجرب بعض اللعيبة الشباب بعض اللعيبة الناشئين فده الهدف خلاص من البطولة احنا ده واضح الاهلي بقى كسب الاهلي خسر خلاص الناس مش هتبقى في دماغها الجزئيه دي صح. بس طالما انا بلعب بالهيكل الاساسي 70-80% منه في نادي الزمالك يبقى انا مطالب ان انا اعمل نتيجه ما ينفعش ان انا يبقى معايا اوباما وعبد الغني وعبد الشافي وحازم امام وعواد في حراسه المرمى ونجم ورزاق سيسي وعمر السعيد وما اعملش نتيجه في بعض اللعيبه بتادي كويس بس في الاخر
الهدف بتاع البطولة ما كانش واضح، واللي بان في الآخر إنه ممكن كارتيرون كان بعض اللعيبة كل شوية حد أنا عايز، أنا ما بلعبش ليه، أنا ما باخدش فرصتي ليه، أنا عايز ألعب أنا عايز ألعب، فهو راح مسلمهم للناس. سو ده اللي بان يعني، ان هو سلمهم قدام الناس، اللي عايز تلعب تفضل حضرتك لعبت اهو. اللفظ سلمهم للناس ده طلعهم على المسرح يعني. بالظبط كده. ليه اخترت اللفظ ده؟ لانه هو ده الواضح، لان هو حتى قال كده في المؤتمر الصحفي بتاع المباراه اللي فاتت. هو قال كده، قال انا في بعض اللعيبه اديتهم فرص عشان نجهز الصف الثاني، بس هم ما استغلوش الفرصه دي، لان كان في ناس بعض اللعيبه بتطالب ان هي تلعب، ف انا لعبتهم. هو ليه سلمهم للناس؟ ما هو ادالهم الفرصه يعني، هم ما ياخدوش الفرصه يبقى فين فرصتنا؟ ياخدوا الفرصه يبقى سلمهم للناس. لا، هي 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 ليها يعني برضو شق ايجابي وشق سلبي. لو انا شايف ان المدرب او فاهم في او حاطط في دماغي ان المدرب، وده عيب للعيب اللاعب برضو مش عيب المدرب، ان اللاعب ان المدرب مثلا مش مقتنع بيا او مش عايز يلعبني، في لعيب ياخدها تحدي ان انا عايز اغلط المدرب، وفي لعيب ممكن يفك ما تلعبش في الاهلي والزمالك اللي هو مش في دماغي. لا، لو انت هتفك بالزبط ما تلعبش. بالظبط بالظبط. فهو ده اللي واضح، ان في بعض اللعيبه امكانياتها ما تسمحش ان هي تلعب او تلعب اساسي. ممكن يبقى مكمل. يبقى هم ظلمهمش. ظلمهم لان هم برضو مع برضو يعني برضو هنلتمس العذر ولو بنسبه بسيطه، لان هم بقالهم فتره كبيره جدا ما بيلعبوش ماتشات، وما بيلعبوش مع الهيكل الاساسي اللي هو اللي بيلعب. يا كابتن، اللي بيلعب امبارح لعيبه الزمالك الكبار. ايوه ماشي. لا بس في انت عندك شيكابالا وعمر السعيد وحازم امام وعبد الشافي وعواد، اللعيبه المؤثره في كل خط مش موجوده. يعني بتكلم في زيزو وبن شرقي، دول اتنين مؤثرين. طارق حامد وامام عاشور. طارق حامد ممكن ينجح اي حد هيلعب جنبه. يا كابتن، بس يعني في نادي الزمالك كابتن، ده ناشئين الاهلي بيحجروا في المباراه دلوقتي. ما هو ده اللي واضح اهو. هو مش ده اللي حصل. ايوه يعني ده اللي احنا اتفرجنا يعني عليه. الاهلي بالواد الصغيرين في كل مباراه حجر للثانيه الاخيره. طب لما انت انت معاك ثلاث ارباع نجومك، لو وتتغلب من مع احترامي طبعا، مع احترامي الغزل المحله، ممكن مش يومك، ممكن ثلاث ماتشات مش يومك. لا، هم غزل المحله عمل مباراه كبيره يستحقوا الحقيقه، وفاركو افندم وفاركو عمل مباراه كبيره. يبقى انا لما بتغلب مع احترامي طبعا ليهم، يعني ناس محترمه ولعيبه محترمه جدا بتوع فاركو وبتوع المحله، بس هل الطبيعي ان السكواد بتاع فاركو او السكواد بتاع المحله يبقى افضل من السكواد بتاع الزمالك؟ لا، ما ينفعش. ما هو اللي حضرتك قلته ان في لعيبه خلاص انت لا تصلح. هو مش انا اللي قلته، هو كابتن احمد يعب ملك قبل يعني قبل ما حضرتك تخش كان معايا على التليفون وقال لي في لعيبه كبيره كتير ما مستاش تلعب في نادي الزمالك. هم اللي حطوا بقى نفسهم في الوضع ده. يعني ده بقى الخطا اللي على اللاعب بقى نفسه. انت مقتنع بكده؟ طبعا اكيد، لان هو اللي حط نفسه. لا، انت مقتنع ان في لعيبه كتيره فعلا ما تصلحش؟ ده اللي احنا شفناه. في اللي انا شفته قدامي في الثلاث ماتشات اللي فاتوا. بصراحه. بس هو الراجل برضو في نقطه كانت مهمه جدا، الهدف من اهداف البطوله، ان انا كنت لازم ادي فرصه اكتر للعيبه الشباب اكتر. اللي هو بيقول عليهم ان هم مش هو قال فعلا ده صح، هم مش ناشئين. لما واحد يبقى عنده 21 22 سنه ده مش ناشئ، ده خلاص ده لعيب درجه اولى. ليه ما ادالهمش ليه؟ ما هي دي بقى ما ده اللي احنا مش فاهمين يعني، بالبلدي احنا ما فهمنالوش حاجه. بالظبط كده. بس اللي هو خرج منه من البطوله دي انه اي لاعب هيجي بعد كده يقول له انا ما بلعبش ليه، هيقول له روح اتفرج على الماتشين دول واعرف انت ما بتلعبش ليه. نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع تاني مع الكابتن جمال حمزه. نرجع بقى تاني كده وناخد رأي كابتن جمال حمزة في كاس الرابطة. لا، بطولة مهمة جدا، توقيتها كويس جدا بالنسبة لأندية كتير بصراحة، استفادت بشكل كبير جدا، خصوصا الأندية اللي هي ممكن تكون مثلا أول سنة في الدوري الممتاز مثلا زي فيوتشر، مجمعة لعيبة كتيرة جدا، فمحتاجة مباريات كتير أشبه بمباريات رسمية، يعني أفضل من مباريات الودية بكتير جدا. لقينا فرقه مثلا زي المقصه عاجبني، غزل المحله نفس الموضوع، اسماعيلي مستفيد. هقول لك حاجه غريبه شويه، بعض النجوم او المختصين في المجال ده يعني، كابتن سامي الشيشيني واسامي كتيره جدا، قال لك اللقطه دي في الدوري مش هتلاقيها.
طبعا الدوري مختلف. طبعا ليه بقى؟ صراع النقطة والهبوط واللي بيلعب على المركز الأول يعني الفرق اللي فاقت دلوقتي ما ترجعش فايقة في الدوري؟ هو المفروض تبقى فايقة، بس هي هتبقى فايقة على مين؟ يعني لو المحلة لعب الزمالك 50 مرة في الدوري، عمر الزمالك حتى لو المحلة كسب بس عمر الزمالك ما هيبقى بالسوق ده، يعني عمرك ما هتلاقي الزمالك بالشكل ده. فلا، في الفرق اللي ممكن تبقى في وسط الجدول دي تاخد ثقة، لعيبة ممكن تبقى بقالها فترة ما بتلعبش مباريات ترجع تبقى كويسة في مباريات الدوري، بس في الآخر هيبقى بينهم وبين بعض، مش ثلاثة، مش فوق، مش ثلاثة الكبار، يعني مش الأهلي، مش الزمالك، مش بيراميدز. طيب كل البحث عن الناشئين دي في الأهلي والزمالك هيطلعوا في الآخر حاجة ولا ده كله عشان الإعارات؟ أعتقد أنه 90 أو أكتر من 90%، 95% منها علشان الإعارات. 95%. يعني انت عايز تقول انك زمن انك تطلع فرده من الناشئين تلعب في الفريق الاول، انسى. صعب، بقت صعب خصوصا في الزمالك والاهلي، الموضوع بقى صعب، ومش عارف ليه، يعني مش فاهم ايه الصعوبه في كده، لان انت يعني بتشتري لعيبه من بره وبعدين في الاخر بتلاقيهم يعني الكواليتي قريب، كله قريب، بس انت ما بتديش فرصه او ما بتصبرش على الولد الصغير اللي انت مطلعه. في بعض الاوقات ممكن، انما مش زي زمان بقى كل سنه بتطلع 5-6 من الفرق الشباب وفرق الناشئين زي ما على ايامنا احنا. لا، دلوقتي الموضوع ده بطل خلاص، يعني واحد او اتنين بالكتير قوي، ده لو طلعوا. يعني ايه الفرق يا كابتن ما بين فريق الاهلي وفريق الزمالك؟ ناس تقول لك اصل وجود الروح ده عشان الاستقرار وعشان الهدوء وعشان الامور الماليه، وناس تانية تقول طب ما هناك برضو في عقود واللعيبه بتاخد عقودهم، طب اللعيبه مضروره من ايه؟ اللي ليه 10 اخدهم واللي 15 اخدهم، مفيش حاجه يعني تاثرت؟ لا ازاي بس، لا تاثر طبعا، يعني اما الاداره تغير عليك 3 مرات في نفس موسم، فلوسي باخدها بس تقلق بقلق. ما هو طول ما انا شغال، ما انا باخد الفلوس في الاخر، يعني ماشي. مثلا واحد زي بن شرقي، ما هو خد الفلوس دلوقتي في الاخر ماشي، انما الفتره اللي فاتت دي كلها مستواه عامل ازاي؟ طب انا اخد الفلوس واقلق وضع البطولات وابقى اخدت فلوس؟ لا، ما هو انا باخد الفلوس دلوقتي في الاخر بعد ما تكون البطولات ضاعت هاخد الفلوس، انما في خلال الفتره اللي فاتت دي كلها بن شرقي لا، يعني مش يعني هو الموضوع مركز. طبعا موضوع فلوس طبعا، اكيد موضوع فلوس. انت دلوقتي ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ما انت دلوقتي لا انت بتطلع حد من الناشئين عشان لما يبقى عندكش فلوس يستحملك، هو ده اللي هو الوحيد اللي ممكن يستحملك، ودلوقتي ما بقتش موجوده كمان كتير. وفي الاخر انت بتجيب لعيب من بره، فاللعيب اللي جاي من بره ده جاي عشان يعمل ايه؟ ما هو جاي يلعب عشان يلعب في نادي الزمالك وياخد بطولات. لو انت صاحب قرار، اغلى واحد تديله في الزمالك كام؟ ما هي مش في الزمالك بس، هي في مصر كلها، في مصر كلها ما يهمش، في مصر 5-6 مليون، يعني دي وجهه نظري لقيمه القيمه التسويقيه بتاعت الدوري المصري، يعني 15 مليون ده ما تدفعش؟ لا كتير جدا طبعا، كتير، لا كتير كتير، الارقام دي كتير وبقت مرهقه للانديه كلها، مش للزمالك بس او للاهلي بس. فانا شايف ان السقف عالي قوي، مش كمان لامكانيات اللاعبين، لا القيمه بتاعت الدوري المصري مش بالارقام دي. يعني انا لما يجي الارقام اللعيبه اللي بتاخدها في بيراميدز مع احترامي ليهم، وبعدين في اخر الموسم 0 بطولات، طب انا امال انا بدفع الفلوس دي ليه؟ عشان يعني ما هو لازم يبقى فيه، يعني باخد حاجه، ما انا بدفع عشان اخد حاجه، فانا في الاخر ما باخدش حاجه، طب ما انا بدفع الارقام دي ليه؟ هو ده اللي مش مفهوم بصراحه. يعني لو انا لعيبه فعلا كابتن، اللعيبه شبه بعض، جزء منهم كبير، ما هو ده اللي احنا شفناه، انت شلت 4-5 لعيبه من الزمالك بقى الموضوع، يعني فرق بقت فرق في وسط الجدول ممكن تبقى احسن من الزمالك، لا في لعيبه او اتنين، كلمه تقيله دي، لا في لعيبه 2-3 يفرقوا مع نادي طبعا، وده في العالم كله برضو، خلي بالك يعني مش عندنا في مصر بس، صح. لا في العالم كله في 2-3 لعيبه لو شلتهم من فرقه يفرق، يتاثروا طبعا اكيد. شرفتنا ونورتنا يا كابتن. حبيبي يا كابتن سيف، شرف وجودك معانا، ببقى سعيد جدا وانا معاك، وعايز طبعا اعزي كابتن محمد زيدان، وفاه والده ربنا يصبره ويصبر اهله يا رب ويرحمه، وعايز اتمنى الشفاء طبعا للكابتن اشرف قاسم،
ربنا يشفيه يا رب. كابتن حازم امام يرجع لنا بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي كابتن حازم راجع بكره ان شاء الله. يرجع بالف سلامه ان شاء الله. بشكرك كابتن. حبيبي كابتن. خلصنا حلقتنا مع كابتن جمال حمزه واحد من نجوم الزمالك السابقين. نتمنى له ان شاء الله باذن الله كل التوفيق. امير مرتضى منصور وحديث الحقيقه مهم جدا مع زميلنا خالد رزق عن نقط مهمه جدا في نادي الزمالك. ثم فاصل وبعد الفاصل فقره النقد الرياضي الاكثر مشاهده الان عمرو علاء مع سيف. عمرو الدردير النهارده مع علاء عزت والنهارده اسئله واجابات من العيار الثقيل بعد الفاصل. في البدايه انا بعتذر طبعا لجمهور نادي الزمالك على نتيجه المباراه دي وعلى الماتش اللي فات برضو. يعني الناس يمكن تبقى مش قادره تفهم ان دي بطوله. يمكن في ناس متخيله ان هي بطوله وديه. احنا بالنسبه لنا ما دام نادي الزمالك بيلعب يبقى هناخد كل الماتشات بجديه. حتى اصلا الماتشات الوديه المفروض نلعب بيها بروح احسن من كده. اداء طبعا سيء جدا. الماتش اللي فات اداء سيء جدا. انا مش شايف اي مبرر للاداء السيء. في انديه بتلعب بالناشئين. ما اعتقدش ان الغيابات اللي موجوده حتى لو في غيابات فعلا موجوده احنا مش هنحط العذر ده للعيبه. انا شايف ان دي حاجه مش صح ان هي تتعمل ان احنا نحط اعذار للعيبه. انا حتى اتكلمت مع مستر كارترون في الموضوع ده. خلاص اللعيب اللي عنده 22 سنه ما بقاش بيتقال عليه ناشئ. وتيشيرت نادي الزمالك ما بيتكتبش عليها اللعيب الكبير بيتكتب عليه كبير والصغير بيتقال عليه صغير. ما دام لبس تيشيرت نادي الزمالك لازم تبقى قدها ولازم تدي كل اللي عندك. انا بعتذر للجمهور على الاداء وعلى النتيجه. يعني مش هندفس دماغنا في الرمل. ممكن تبقى بطوله جديده فاستغل ان الاهلي بيلعب بالناشئين او بيراميدز عامل نتائج وحشه. انا بتكلم عن المنافسين بتوعنا واقول اشاور عليهم واقول احنا كمان والله يمكن الظروف. لا انا مش شايف كده. انا شايف ان في حاجه غلط من الاول خالص يعني. ودي الحاجات اللي انا داخل اصلحها. المسؤوليه الناس كلها بتشيلها. حتى لو انا راجع بقالي شهر او شهر واسبوعين بالكتير يمكن كل الحاجات دي انا ما يعني ما بالظبط. لكن في مشاكل تنظيميه واداريه ومش مشاكل في كوارث. انا شايف ان في كوارث يعني موجوده. الحاجات دي انا بحاول احلها قبل ما اصدرها للراي العام والجمهور. لان في الاخر ده مش نادي مع احترامي لانديه الشركات هو مش نادي شركه. لا ده نادي عنده جمهور بالملايين بيشجعه. فلا في مشاكل كبيره جدا اداريه فنيه ماديه. في لعيبه واخده فلوس لعيبه مش واخده فلوس. الحاجات دي كلها مسمعه في اوضه اللبس. انا الكلام ده قبل ما احنا نستلم يعني. ناس واخده فلوس كتير وناس مش واخده فلوس خالص. في مشاكل في العقود. في مشاكل في لائحه الفريق. في مشاكل. كل دي مشاكل بتسمع. يمكن الناس بس عشان بطوله الدوري السنه اللي فاتت غطت على المشاكل. الناس ما بقتش مركزه في المشاكل. لكن هو اللي حصل المشاكل اللي حصلت السنه اللي فاتت او الاجراءات اللي حصلت السنه اللي فاتت انت بتدفع ثمنها دلوقتي. زي مثلا انت عندك جون واحد دلوقتي. يعني دي حاجه من الحاجات. انت طلعت جونين اعاره وعندك جون واحد هو اللي بيلعب وعندك جون تاني في المنتخب. فانت بتلعب موسم كامل باتنين حراس بس. طبعا هم اتنين حراس كويسين وكل حاجه بس ابتدى في اصابات تمام. التعاقدات والحاجات اللي حصلت بغض النظر عن وقف القيد دي كانت مشكله تانية. المفروض ان يعني انا مش عايز اشاور على حد بس يعني حتى لما تيجي تشوف الانتدابات اللي كانت جايه منهم اتنين باك رايت عمر كمال عبد الواحد وحمزه المسلوسي وحمدي النجاز. ادي اتنين باك رايت وانت عندك في الفرقه حمزه المسلوسي وعندك حازم امام وعندك احمد عيد وعندك احمد محمود. فانت تحس ان كان في يعني الملفات كل حاجه شغاله بشكل فردي. مفيش فيجن مفيش رؤيه مفيش حاجه. طبعا احنا هنستفيد من فتره التوقف مش ان احنا نعالج المشاكل فنيا. انا شايف ان المشاكل الاداريه او المشاكل الموجوده في المكتب اكتر من الفنيه. الفنيه في الاخر لعيبه
هتعرف تلم نفسها، جهاز فني هيعرف يشتغل عليهم، هنعرف نحط يعني ايدينا على المشكله فين. لكن الحاجات دي كلها بتسمع في حاجه واحده، وانا تاني بقول انا شايف ان يعني نادي الزمالك حتى لو دي بطوله جديده او بطوله معموله من غير الدوليين او بطوله معموله في فتره التوقف، نادي الزمالك او الفرق الكبيره عامه اللي منها نادي الزمالك ان هي لازم تبقى بتحارب على كل بطوله بتلعب فيها حتى لو بطوله وديه، فما بالك دي بطوله الرابطه بتنظمها. احنا يعني بندعم الجهاز الفني، ما عندناش اي مشكله معاه، مش هنتلكك له ولا نقف له على الواحده، لكن في نفس الوقت لو شفنا حاجه غلط مش هنسكت، يعني لو شفنا حاجه غلط مش هنسكت، هنخش ونوجه ونستخدم الصلاحيات بتاعتنا. انا كل واحد فينا عارف صلاحياته. حاجه من الحاجات زي ما انا بقول لك، انا اتكلمت مع الراجل ان ما ينفعش الفرقه خلاص من الفتره الجايه مفيش حاجه اسمها 39 لاعب يتمرن، هنركز مع من 25 ل 28 لعيب، احسن ما يبقى عندنا 39 لعيب مش مركزين كلهم. دي صلاحياتنا احنا، دي قراراتنا احنا، هو في الاخر دي سياسه النادي. لكن هنقعد نتكلم معاه في ايه اللي ناقصه، ايه النتائج السيئه دي سببها ايه، ايه الحاجات اللي هو شايف ان هو محتاج مساعده مننا فيها. لكن لا، مش بعد كل ماتش هنقعد نقول هنجدد له الثقه او مش هنجدد له الثقه. الراجل عنده عقده واحنا بنحترم عقده وبكل بنوده، زي ما هو بياخد مرتبه في ميعاده، زي ما هو النادي عارف اللي ليه واللي عليه، نفس القصه برضو في الحاجات الفنيه، احنا عارفين حدودنا فين وعارفين حدوده فين. وفي الاخر في حساب في اخر الموسم، وفي حساب برضو بيبقى شهري او دوري بدا من النهارده. انا ولا هدبح اللعيبه واطلع اشاور عليهم، في الاخر هي بطوله، يعني هي كوره بتحتمل كل الحاجات. لكن لما نخسر زي ما خسرنا فاينل افريقيا قدام الاهلي، الناس كانت بتسقف للزمالك، ما حدش كان يعني، الناس كانت قد اداء كويس. لكن انت ادينا في الملعب واعمل اللي عليك، والنتيجه دي بتاعت ربنا، واحنا هنبقى راضين لو الاداء كويس. لكن انا مش شايف ان في اداء كويس. اخيرا رساله توجهها لجمهور الزمالك. يعني طبعا بعتذر لهم على الاداء، رغم حتى يمكن يعني البطوله ممكن تبقى مش مهمه قوي بالنسبه لجمهور الزمالك مقارنه بالدوري او بطوله افريقيا، لكن انا بعتذر لهم على الاداء وعلى النتائج، وبقول لهم تصبرتوا كتير السنه اللي فاتت، يمكن كان في عدم استقرار اداري اثر بشكل كبير على يعني مسيره الفرقه الاداريه اللي برضو بتترجم لحاجات فنيه. احنا كنا نقدر، يعني انا شخصيا كنت اقدر ان انا ما اتحملش المسؤوليه. انا جيت في توقيت كان ممكن اقول الله يا جماعه انا ممكن استلم في نهايه الموسم عشان انا الحاجات دي كلها مش هبقى مسؤول عنها، لكن في الاخر انا ما ينفعش اهرب من المسؤوليه، ويعني والفرقه دي هتتظبط انا شايف اقوى حاجه في المعادله بتاعه الزمالك هي الجمهور. والجمهور بتاعنا واعي وعنده ولاء، والجمهور بيفهم، والجمهور هيدعم الاداره في القرارات الصح، وهيدعم اللعيبه لما تبقى بتدي 100%، وهيدعم الجهاز الفني لما يبقى شايفه بيعمل اللي عليه. فهم جزء مهم جدا او طرف مهم جدا في المعادله، وكل الخطط اللي انا بنيها لان احنا نصلح او ان احنا نحل المشاكل اللي حصلت الفتره اللي فاتت او الاخطاء اللي حصلت او المشاكل الاداريه او الحاجات اللي بتحصل، انا شايف ان الجمهور هو اللعيب رقم واحد فيها. لان الجمهور لما بيضغط على الاداره عشان تجدد اللعيب معين، اللعيب ده في الاخر يعني بيستخدم حب الجمهور في المفاوضات. في الاخر الجمهور انا بطلب منهم ما تحبوش حد غير نادي الزمالك، واحنا كجهاز اداري او كجهاز فني او كمجلس اداره او كلعيبه مطالب مننا ان احنا نعمل احسن حاجه عندنا عشان نرضيكم. وده اللي انا ان شاء الله هشتغل عليه مع اللعيبه، ان احنا لا، في جمهور بالملايين ورانا، يعني مش هينفع ان احنا يعني مش هينفع ان نبقى احنا بنغزلهم. فبقول للجمهور ان شاء الله اللي جاي احسن، هنشتغل شغل صح، انا هشتغل شغل صح بغض النظر عن اي حاجه، انا ما عنديش اي حسابات تانية غير ان انا اشتغل صح، ولا حسابات انتخابيه ولا حسابات ليها علاقه بان انا العب على مشاعر الجمهور واجدد لعيب معين عشان الجمهور يقول ان احنا جد. انا عامل الصح لان احنا جوه المطبخ، والناس زي ما هي بتثق فيا وبتثق في يعني في مجلس الاداره، ده يعني مسؤوليه كبيره في رقبتي. بطلب الجمهور ان هو يدعم ويقوم
وما يدلعش حد بما فيهم احنا بما فيهم انا تمام عشان يطلع مننا اقصى حاجه لان هم يستاهلوا اكتر من كده. على مستوى تكوينا لكأس الأمم الأفريقية. من جديد أعزائي المشاهدين وفقرة النقد الرياضي الأكثر مشاهدة والأكثر جدلا عمرو علاء مع سيف. عمرو بيه مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف. نور الدنيا كلها وحضرتك ونور الدنيا وسعيد جدا بيك ومبسوط جدا جدا من تصريحات مستر موسيماني. الموس بصراحة كان بيرد علي حضرتك وكابتن علاء في الحلقة اللي فاتت لأنكم أنتم طلعتوا الأسرار وكان عندكم علب مغلفة طلعت وقلت ان خلاص الموضوع خلص وعلاء قال لك لا 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 خلاص واتبسط والاهلي عمل له حاجة كويسة قوي وحضرتك قلت لا 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 ما حدش يتكلم معايا انا عندي الاسرار خلاص انا بقول لك سر خلص الموضوع. فانا بشكركم موسيماني رد عليكم وقال لكم ان انا المفاوضات لم تنتهي وان ما بدأتش اساسا واحرجكم. انا مش عارف ايه ردكم النهاردة. سعيد بيك يا كابتن سيف لما بتبقى محرج كده. انت مشرفنا من النهاردة والله. ببقى مبسوط اول ما اشوفك فرحان والله. قال اسطوره استاذ علاء. كابتن سيف تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل المشاهدين الكرام والاستاذ عمرو. طبعا ردوا على السؤال. طبعا مقدر ظروف عمرو طبعا ده لا احنا ما نقدرش ظروف احنا عايزين راس اسبوع الاحزان عنده طبعا يعني الراجل الله يكون في عونه بجد يعني. الاتحاد الافريقي اختار الشناوي في حته تانية. يا عم احنا خلينا في السؤال بتاعنا في سؤال في المنهج ما تخرجش على المنهج. احنا عايزين نتفق اتفاق السنه الجديده دي عايزين الاحاديث ما حدش يقطع التاني. طيب يعني انت واحد بس انت مش لما قلت كل اللي انت عايزه حد قطعك؟ طب يا مش دخلت انت بفرحتك يا فرحتك المعتاده يبص في ورقته انت بتجري في الحلقه كده ومتقل اللي انت عايزه. بقول لك بص في ورقته راح يتابع موسيماني. طبعا انا مقدر عمرو طبعا عمرو عايز يغلوش كالعاده طبعا. اسبوع بالنسبه لكم اسبوع صعب جدا. سله الاهلي كسب الزمالك سله فطبعا هو مش ما قدرش يتكلم على السله ما قدرش يتكلم على 3-0 بتاعه المحله فطبعا لازم ياخدنا في حاجه تانية بعيده. فانا مقدر ظروفه ده اسبوع الاحزاب بالنسبه له. طبعا الاتحاد الافريقي طبعا اللي عمله اختيار الشناوي افضل حارس مرمى في مرحله دور المجموعات في بطوله كاس الامم الافريقيه اكيد مصر كلها فرحت الا عمرو طبعا لان الشناوي في وجود الرئيس مبوحلي اللي هو كان بيقول لك عليه حارس مرمى الجزائر افضل حارس مرمى وجود مندي افضل حارس في العالم كان موجود وحراس افريقيا كلها موجودين واختاروا الشناوي ده طبعا حاجه عظيمه جدا للشناوي. و طب احنا خلينا كسب يعني ورهنا كسب لا عايزين الموس احنا دلوقتي عايزين الموس طبعا انا انا كان نفسي برضو وانت داخل كده بتكمل تقول ايه رب ان ربنا انصفك وان الاتحاد الافريقي يعني نصفك والبشنو في حته تانية بس الحاجات دي انت بتعمل فيها من يعني ايه مش معانا هنا ما انت من مش بننضف لها من امبارح يعني. انت يا كابتن سيف شغل الدنيا كلها الحمد ربنا نصفني ربنا يا كابتن سيف كل امبارح السوشيال ميديا سيف زار كان الله حصل واحده بس هو انت ما بتقعد تبعت لي فيديوهات اما شناوي بيغلط انا كنت بتكلم وتريقه وبتاع انا اتكلمت امبارح كل السوشيال ميديا سيف زار كان عنده حق بفضل الله الحمد لله ما نقولش الحمد لله كمان ما حدش قال حاجه خالص ما بعتليش حاجه امبارح ولا ظهرت ولا حاجه لا بقول لك شويه فيديوهات امبارح ربنا يجعلها من نصيبك جات لي الفيديوهات دي
فطبعا اول ما الشناوي كسب طبعا يعني طبعا يعني السوشيال ميديا كلها اتقلبت. الشناوي في حته ثانيه. الشناوي في حته ثانيه. لا وصوره عمرو حاطين صوره عمرو بين. بس عايز اقول لك حاجه عشان برضه ندي الاستاذ عمرو حقه يعني. ندي الاستاذ عمرو حقه بصراحه ونبقى احنا في يعني يعني في نوع من الصراحه مع الناس. هو فعلا احرجنا في ايه؟ موسيماني هو دخلته دي لا انت عندك رد لا عندي رد ولا عندي لا واحده بس لا لا خلينا نخلص كلامك اتفضل ما انا دي بس ما انا عندي رد ايوه وانا عارف المفاوضات كانت وصلت لايه طبعا وعارف القصه كانت وصلت لايه طبعا فاهم بس هو موسيماني احرجنا هو اللي هو مع احترامي اللي وصل لاستاذ عمرو ان هو يا عم مبسوط كده ويقول لنا كده بصراحه انا كنت سيب تعليق بس على الموضوع ده ان يعني انا عندي علامه استفهام وعلامه تعجب علامه التعجب ان 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 موسيماني كمدير فني دايما وابدا بتغضبه الاسئله اللي خارج المقرر يعني انت بتحرك جاي في مؤتمر صحفي لمباراه معينه دايما هو بيرد عليكم والله لا لا هو ما بيردش على النادي الاهلي هو ملوش علاقه بالنادي الاهلي ولا مجلس اداره النادي الاهلي هو بيرد على الكابتن سيف والكابتن علاء عمرو لو سمحت عايز اوصل ده اللي عمله عمرو لو سمحت عايز اوصل رسالتك كامله بعد اذنك بعد اذنك هكمل رسالتك موسيماني من ساعه ما جه هنا وهو دايما كان بيغضب من اي سؤال خارج النص او خارج المقرر اللي هي المباراه انا فوجئت جدا انا اتوقعت ان هو لما يسال سؤال زي ده اثناء مؤتمر صحفي خاص بمباراه الاهلي اعتقد كنت متوقع ان الراجل هيرفض التعليق على السؤال او يقول ده مش مكانه لكن فوجئت الراجل بيجاوب الراجل طبعا لما جاوب الراجل دي اكبر سقطه عملها من ساعه ما جه النادي الاهلي انا شايف تصريحاته دي مسيئه جدا ليه هو شخصيا لان هو رد على نفسه في كل حاجه قال لك ان انا عندي رغبه ان استمر في النادي الاهلي والنادي الاهلي عنده رغبه ان يستمر معايا ان انا استمر قال ان انا ما فيش خلافات ماليه وما فيش اي شروط وقال ان انا سعيد جدا بوجودي مع النادي الاهلي وقال ان انا كل حاجه طب لما انت لما كل حاجه انت عندك رغبه تستمر والنادي الاهلي انت عارف ان النادي الاهلي عنده رغبه انه متمسك بيك لما انت ما فيش اي خلافات في اي شروط ايه اللي قالك اللي قاله لا في شرط في خلاف لا في شرط واحد بس ده مش هو هو قال ان المفاوضات بين وكيلة اعمال اللي هي زوجته وامير توفيق لما انت بتقول ان كل حاجه بينك وبين النادي الاهلي تقريبا محسومه ايه الخلاف ايه اللي يخليك تطلع منزعج قوي تتكلم على مفاوضات الخلاف ده ما يخليش الدنيا محسومه لا هو الخلاف اصل الخلاف ده هو شرط جزائي على اصل الشرط الجزائي لا الشرط الجزائي النادي الاهلي عطاه شرط جزائي اكبر ما يحلم بيه ايوه بس مش هو اللي بيتكلم عليه هو بيتكلم لا هو عايز مدته هو عايز المده وبعد كده هو مش من حقه ان هو يطالب بمده معينه هو من حقه ان عقد يتجدد لكن هو ما يحكمش النادي الاهلي لا يعني لا هو عايز عمرو عقد طويل الاجل لا 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 ما انت مش من حقك ان انا يعني لما اجيب لعيب كوره ما فيش لعيب كوره مثلا يجي يقول لي انا عايز اتعاقد مع النادي الاهلي بس عايز اتعاقد 7 سنين ما فيش حاجه اسمها 7 سنين ولا 5 سنين دي رغبه النادي هو اللي بيحدد المده الزمنيه مش المدير الفني احنا ماله الجوزيه كان موجود مع النادي الاهلي كان بيتعامل سنه بسنه سنه بسنه سنه بسنه ما شفناش كده ابدا اي مدير فني كان بيجي النادي الاهلي كان بيتعامل هو موسيماني المشكله ان هو عايز مثلا العقد سنتين انا بعد 6 شهور بعد سنه بعد 10 شهور مشيت اخد عقدي طيب يعني الشرط الجزائي بقى مده العقد وده حقه لا مش من حقه طبعا حقه لان افرض انت بعد ما تجدد له سنه مثلا او سنتين طب امال احنا زعلانين ليه وتمشيه بعد شهر طب امال احنا ليه زعلانين من عقد عقد كروش مع منتخب مصر ازاي واحد لو تم تقاعده دلوقتي ياخد سنه مقدمه ليه الناس انزعجت جدا من الشرط الجزائي اللي موجود في عقد كروش ولو النادي الاهلي طبق ده يبقى برضه النادي الاهلي هنا مخطئ مفيش حاجه اسمها مدير فني يبقى عقده لمده سنتين ولو مشي في اي لحظه ياخد مده العقد كامل ده مش موجود في العالم ابدا هو مش والا مش والا والا كان يبقى كروش عنده حق لا مش والا يبقى اتحاد الكوره مش مخطئ يبقى احمد مجاهد اتحاد الكوره مش مخطئ طيب يعني لا احنا كلنا مزعجين جدا يعني ايه كروش يعني ايه كروش اللي جاي في شهر مايو يعني لو جاي في شهر او شهرين ومشي دلوقتي ياخد سنه يعني ايه ياخد سنه مفيش كده في عقود طبعا دي واحده لا ازاي مفيش العقود فيها اي حاجه طيب في الدنيا طالما طرفين استاذ علاء دي وجهه نظر حضرتك رد حضرتك صح ردي اي عقد في الدنيا اي طبعا. مدرب انا بجيبه احنا هو انت احمد مجاهد او غير احمد مجاهد انا ما بدافعش عنه بس بقول كلمه حق هو لما جاب كروش ده كان حد يختلف عليه انه مدرب كبير واسم كبير وسي في كبيره جدا وانت بتاخد كبير في تفاوض ثانيه واحده واحنا وانت طبعا أيوة وجهه نظر من غير نقاش هي وجهه نظر ما انا بقول في تفاوض بيني وما بين المدرب انا مسؤول في اتحاد الكوره وهو مدرب بنتفاوض بنوصل لشروط معينه وصلنا للشروط دي ايا كان هي ايه خلاص وافقنا احنا الاثنين هي دي الشروط اللي احنا اشتغلنا عليها ليه الناس بعد كده تيجي تقول لك ايه عشان اخفق في ماتش او اتنين مثلا يعني يقول لك انت حملتني بقيه الشرطه ما هو برضو مدرب كبير كان بالنسبه لي انا عايز اجيبه
عايز اتعاقد معاه. تمام. يعني العمليه المساله طالما عقود لازم نحترم عقودنا. تمام. وطالما عقود انا بعمل احسن عقد لصالحي. عقود يا عمرو في عقود مش منطقيه. يعني ايه مدير فني يمشي ياخد سنه مقدم ولو مشي بعد كاس العالم ياخد اربع اضعاف قيمه الشوط الجزائي؟ الكلام ده من المنطق. على فكره على فكره يعني انا معترض على الكلام ده. انا طيب. ما اعتقدش ان ده حصل. مش لازم نقبله يا عمرو. مش لازم نقبله. لا انا ما بقولش نقبله. انا بتكلم مش اي مش اي مش اي اتنين يقعدوا مع بعض يعملوا عقد. العقد ده ملزم. لا لازم يكون. طيب احنا عشان ما نطلعش من ما بقولش كده. انا بتكلم على حجم المدرب. تمام. إيه؟ احنا عشان ما نطلعش من الموضوع. عند حضرتك تعليق تاني في حته موسيماني؟ لا انا بس بسلم عليكم انتوا الاثنين. ما اتبسطت كده والدنيا تمام. بقول لكم انتوا الاثنين مبسوط. طيب. منكم تبقوا تعيدوا تاني الكلام اللي بتقولوه ده. استاذ علاء ما يخص موسيماني كده وصلت الامور لفين مع النادي الاهلي؟ وصلت يعني على حسب ما علمته ان النادي الاهلي جمد المفاوضات لما بعد كاس العالم للانديه. يعني المفترض كان في جلسه هتتم قبل كاس العالم للانديه، لكن اكيد تصريحات موسيماني اغضبت الاداره اغضبتها بشكل غير عادي، لان ده مش سيستم النادي الاهلي. ما فيش مدير فني في تاريخ النادي الاهلي هو السوق يجي يتكلم على الملأ في تفاصيل عقود. ده ما حصلتش ابدا في تاريخ النادي الاهلي. وانا ازعم ان انا موجود في النادي الاهلي بقالي اكتر من 25 سنه في النادي الاهلي، وتعاملت مع كل مدربين المصريين والاجانب. ما فيش مدير فني ابدا طلع في مؤتمر صحفي اتكلم على انه عايز يجدد عقده او تفاصيل التعاقد معاه. بس هو ما اتكلمش عن تفاصيل. لا لا اتكلم عن لا اتكلم عن انه عايز يجدد عقده. وده مش مكانه. مش مكانه. اولا مش مؤتمر صحفي خاص بمباراه يتكلم فيها تفاصيل عقده او يتكلم على العقود، ولا يتكلم على ان مش عارف هو عنده رغبه والنادي الاهلي عنده رغبه، وان هو ما عندوش شروط ماليه والنادي الاهلي موفر على كل الشروط الماليه. ده مش مكانه ابدا. دي نقطه الخلاف، وده ازعجت اداره النادي الاهلي. واعتقد ان اداره النادي الاهلي الى حد ما على حسب معلمته انها جدد المفاوضات معاه الى ما بعد كاس العالم للانديه. ما بعد كاس العالم يعني ده عكس كلامكم اللي قلتوه الحلقه اللي فاتت ان الموضوع منتهي والموضوع خلص وهيبدا الاعلان. ايوه لا كانوا وصلوا. هم كانوا وصلوا للنقطه. وصلوا ايه بقى؟ ما هو الراجل قال لك ما حصلش اصلا. خليني بس اخلص. قبل كده انت بتسال. قبل كده برضه طلعت وقلت انت بتسال لسه تاخد اجابه. طب احنا قلنا علي معلول خلصنا وانت هكمل بقيه السؤال. قبل كده برضه قلت ان علي معلول جدد وطلع سيد عبد الحفيظ قال في البتاع بعد بطوله الكاس العرب هنبدا نتكلم. الماضي وانت كنت عايز الصوره. انا مالي ومال الماضي. هو ماضي وشايلها. انا مالي. ايوه انا ماليش علاقه. ايوه ماضي وشايلها. خلينا بس خلينا بس شيلها ليه يعني؟ خلينا نوصل لنقطه كويسه. النادي الاهلي كان وصل معاه لجميع النقاط، ولكن زوجة موسيماني كان عندها تفاصيل معينه في العقد او بند واحد ده اللي النادي الاهلي في النهايه واقف عنده. المشكله دلوقتي مش في كده. المشكله دلوقتي ان مديره اعمال، مش هنقول بقى زوجة مديره اعمال موسيماني، المشهد دلوقتي في الاعلام ان هو عنده اكتر من عرض في الدول العربيه. هل في الحاله دي النادي الاهلي بيتحرك ان هو يكون عامل ستاند باي بدائل اخرى برضه؟ مليون في الميه. مليون في الميه اكيد. من بعد التصريحات دي اداره النادي الاهلي ابتدت تفكر بشكل مختلف في التفاوض مع موسيماني. واعتقد ان تاجيل المفاوضات دي في فرصه لاداره النادي الاهلي تعيد حساباتها مره ثانيه مع المدير الفني وتشوف بدائل اكتر. يمكن كمان اللي ازعجكم بشكل كبير جدا حديثه على المدربين السابقين للنادي الاهلي وعدد بطولاتهم، وده امر مردود عليه جدا، لان اي مدير فني تولى اداره النادي الاهلي في اي ظروف خد بطوله. يعني انت يا موسيماني ما عملتش معجزه مع النادي الاهلي. انت ليه ما كان عامل معجزه؟ لا يا سيدي عمل اربعه. لا انا بتكلم على دي واحده بس. هو عمل نتائج رائعه حتى الان مع النادي الاهلي. عشان بيدرب النادي الاهلي يا كابتن سيف. يا كابتن سيف موسيماني درب فريق سان داونز 8 سنين. في الثمان سنين دي خد 2 بطولتين افريقيه، دوري ابطال وسوبر افريقي مع سان داونز. ماده واستقرار كبير جدا، وافضل لعيبه موجودين في افريقيا في فريق سان داونز. فريق رائع جدا، عنده جماهيريه كبيره جدا، ورغم ذلك على مدار 8 سنين موسيماني لم يحقق الا بطولة غلب الاهلي 5-0. ما هو ده اللي وخد البطوله. ده كابتن موسيماني والبطوله الوحيده اللي خدها في دوري ابطال خدها حساب الزمالك. يعني لو ما كانش قبل الزمالك كنت شغال. راي حضرتك في كلام في رد كابتن محسن؟ كابتن محسن يعني اعتقد ان هو كرئيس لجنه التخطيط في النادي الاهلي مكان يجب عليه ان هو يرد. لكن بس هو ما ردش رد. الراجل لا هو الراجل بس عايز يعني يفهم بس التاريخ. هو لان موسيماني لما كان معروف انه رد يعني فاهم. ما التاريخ ده معروف انه رد، معناه بيرد على موسيماني. انا عجبني وده تراشق. انا عجبني جدا ده تراشق. ما يصحش اصلا. خليته تراشق. لا ليه هو تراشق؟ ليه مش تراشق؟ معناه تراشق. لا مش تراشق. الراجل رد المنتدى. طب ماشي لو هو مش تراشق شاله ليه؟ هو قال ايه عادي. طب مجلس الاداره الراجل ذكر كل المدربين اللي خدوا بطولات مع النادي الاهلي. ماشي. راجل بيقول ان مفيش مدير فني. لما هو مش تراشق مجلس الاداره خل اجبره يشيله ليه؟ لان مجلس الاداره يشيل السيستم اللي ما تخشش في رد اصلا. اذا تراشق مش تراشق. مش تراشق في عمرو ده. التراشق ده يكون ردا على تويتر. ما هو رد. ما هو رد على هو رد على المؤتمر الصحفي. لا التراشق ده اتنين يرد على بعض.
ممكن تنسى زملكاويتك كبار محل وتفتكر دقيقه واحده بس وتفتكر يعني ان انت دلوقتي صحفي كبير وتقول لي رايك ايه في مشهد موسيماني من غير تحيز. موسيماني من غير تحيز صعب ان اي مدرب ان اي لا لا بامانه بقى ماشي. ان اي مدرب يطلع في مؤتمر صحفي يقول وجهه نظره انا شايف انه مش غلط. تمام. انا مدرب ومن حقي اقول وجهه نظري. تمام. ومن حق الاداره انها تقيم كلامي ده ومن حقها تجدد تعاقد او ما تجددش تعاقد. تمام. عادي جدا. تمام. من حق الاداره يعني زي ما الاداره ليها حقوق. تمام. هو كمان المدرب ليه حقوق. تمام. ممكن يطلع يتكلم ويقول بس في حدود وهو. تمام. اتكلم في حدود لم يخطئ في الاداره انا. تمام. من وجهه نظري لم يخطئ في اي حد هو. تمام. قال وجهه نظره ان انا ما تفاوضوش معايا. تمام. يعني المفاوضات ما بداتش يعني هو لا مندهش لا مش كله متأخرة يعني مندهش من التأخير في حاجة اسمها الكل مقام مقال أيا كان أيا كان دي واحدة بس يا أستاذ علي أسمعه كل المؤتمرات الصحفية اللي في الدنيا بنتطرق وهو المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر في أي حاجة نتطرق لأسئلة تاني مع المدرب بعيدا عن المباراة لا خالص في الزمالك في الأهلي في كل الأندية بنتطرق للقضايا الموجودة حاليا بنتطرق أنا هاخدك بس في نقطة واحدة مفيش مشكلة في ده أنا عايزك تركز فيها دقيقة واحدة بس هاخدك شوية على حتة على الزمالك خلي اللي قال كده كارتيرون خلاص عشان أعرف بس أشرح لك وجهة نظري وأقول لك وجهة نظري خلي اللي قال كده كارتيرون كنت هتطلع تقولي نفس الكلام صح؟ طبعا من حق خلي الزمالك دقيقة واحدة من حق الإدارة خلي الزمالك هو اللي راح كأس العالم للأندية بعد 10 أيام تمام كويس وخلي إن أنا سيف زاهر طالع بقول الكلام ده وأنت قاعد جنبي أنا بس إيه هفكرك بشوية كلام طبعًا. عارف هترد هتقول لي ده مش وقت عارف لا هتقول لي هو يا كابتن الكلام ده يطلع في التوقيت ده ليه بالظبط هو ليه تشتيت الفريق بالظبط هو ليه تشتت اللاعبين انا مش فاهم انتوا ليه يعني الزمالك عندكم مش بالظبط لو كارتيرون اللي قال طبعا والزمالك رايح بطوله مهمه طبعا واحنا كاعلام بنقول كده كنت انت هتطلع تقول اول أكيد واحد تقول أكيد طبعا الحديث ده بعد البطوله قبل مزبوط. ما يروح اخلص بس اخلص هتقول لي قبل ما اللعيبه تروح انت كمدير فني بتقول لهم انا مش مركز بنسبه 100% لسه مش عايز اخلص قبل ما اروح عايز ده المفروض المشهد ده اللعيبه ما لهاش بيه فيه خالص اللعيبه المفروض راحه بعزيمه كبيره عارفه ان انت المدير الفني عارفه ان امورك ثابته هو ده المشهد فالمشهد هنا شوف انا بقول لك ايه لو انا قلت انت هترد تقول لنا ايه برافو عليك يا كابتن وانتوا وهتكبروا الموضوع واين الاستقرار وحافظوا على دلوقتي طالع بتقول عادي ده كان عامل تويت فيك والله العظيم ثانيه واحده بس صح جدا تمام كنت هقول كده بس كنت هقول كده ليه بقى لان انت حضرتك كابتن سيف عالجت موضوع موسيماني ازاي ولو كان كارتيرون اللي مكانه كنت هتعالج الموضوع ازاي حلو. انت دلوقتي بتعالج الموضوع ان يا جماعه ما يصحش واداره النادي الاهلي ومش لو ده لكن لو الكارتيرون اللي اتكلم كنت هتقول مصيبه وما ينفعش والزمالك ولازم يريحوه لازم يريحو كنت هتعالج بشكل مختلف بس السؤال ده ليه بس السؤال لحضرتك كل اللي انت بتقول والله العظيم شوف حلفان اهو على والله العظيم والله العظيم غلط قولي ليه قولي ليه انا بس برد عليك بهدوء واحده واحده ماشي وهقول لك امثال يعني الاعلام يا كابتن سيف بيعالج قضايا الزمالك زي ما بيعالج قضايا الاهلي وحياه ربنا انا بتكلم على سيف زاهر يعني حرام عليك يا كابتن سيف أنا عليك والله العظيم سيام بالنسبه لي هقول لك ليه انت النهارده انا امبارح طلعت قلت ايه الموسيماني انا مقتنع ان الموسيماني ده مدير فني كويس وكبير تمام وفنيا تمام. شخصيه رائعه انا تمام. مقتنع امبارح طلعت قلت له تصريحاتك بتضرك لو انت عندك مشكله في الكلام فلازم تستوعب ان انت تقلل الكلام او ما تتكلمش الاهلي ده مش كتالوجه انا قلت الكلام بقى امبارح على الهواء مش عدلته اداره صحيح. الاهلي حنين حنين كنت حنين خلينا خلص بس اداره الاهلي ما تجيش كده يعني الطريقه وفهمته الدنيا تمشي ازاي سلام عليكم وعليكم السلام تعالى في الزمالك كارتيرون تولعوا الدنيا بقى والاعلام خلينا خلص بس انا هديك امثال ويطلع رد المجلس انا هديك امثال سيبني ارد عليك بامثال سيبني ارد عليك عشان الناس تستوعبنا الاداره الحاليه للكابتن حسين لبيب رجعوا كارتيرون الاداره السابقه كويس وراجل محترم لهم من كل احترام يعني رجع كارتيرون عملنا ايه لا مش هو اللي رجع كارتيرون امال مين سياده اللواء عماد عبد العزيز طيب خلينا ناخدها واحده سياده اللواء رجع كارتيرون صحيح وهم رجعوا النقاص صحيح صح كده صحيح وانت كنت معانا حاضر صحيح لما رجعوا كارتيرون قلنا ان موقف كارتيرون بالنسبه المهم ان جمهور الزمالك يتقبل جمهور الزمالك تقبل ومشي الراجل قلنا خلاص احنا مساندين للاداره ونتمنى لهم كل التوفيق جم النهارده رجعوا حمدي النقاص قلنا يا جماعه حمدي النقاص كانت الطريقه كده زي ما بكلمك كده
حمدي النقاز كانت الطريقه اللي مشي بيها، قال لك لا ده ظروف، وانت كنت معانا حي ترزق وطلعت قلت لنا لا حمدي النقاز يا كابتن ليه ابعاد في الكره الارضيه وبتاع، ولففتنا حوالين ال 100 عقبه. قلنا لك ايه تمام خلاص مفيش مشكله، نتمنى كل التوفيق، احنا ما الا بننور الصوره للناس اللي موجوده. جينا في الجهاز الفني لكارثيرون، جيت حضرتك قلت الراجل هو المسؤول والراجل مش عايز يضيف خلاص ما يضيفش، قلنا ايه في الجهاز الفني والله معاول. احنا مش مقتنعين بالكلام ده بس مش خلاص. مقتنعين ولكن الراجل قلت لك ان انا مش مقتنع لكن خلاص هو عايز كده. لا لا انت في الاول ايام لا انا قلت انا كعمر الدردير عايز اضيف. لا لا انا كعمر ماشي بس خلينا لكن انت قلت الجهاز الفني مش عايز، الراجل مش عايز وهو حر تمام يتسائل على الكلام ده. اما جه لما جت الاداره الحاليه قلت لا، قلنا لا قلت لا لازم. اضافه افضل عشان لو راجل جاله كورونا مش انا اللي قلت افضل انا من الاول هم قالوا افضل انت قلت لا ثانيه واحده بس من الاول انا قلت الافضل ان يبقى في اضافه تمام. لكن الراجل عايز كده خلاص ما اقدرش اتدخل. احنا ردنا كان ايه؟ احنا ماشيين معاك المشوار كله بس في الغلط بنقول لك ايه خلي بالك وفي الصح بنقول لك الله ينور الله انت اللي على مزاجك على عدلتك عادي. على فكره والله يا عمرو المشكله مش فيك والله العظيم والله المشكله والله المشكله ما فيك المشكله فيكم والله المشكله المشكله فيكم والله المشكله والله في كل واحد بياخد حته يعني ايه كنت عارف اللي هو ايه وانت شغال كده هو السطر ده طب المشوار ما شفتنيش في المشوار لا والله ما خدتش بالي ما كنتش معانا والله العظيم ما خدتش بالي والله يعني تخلص استوديو ماتش مثلا الاهلي والاسماعيلي تخلص استوديو ماتش النادي الاهلي والاسماعيلي مثلا بغض النظر عن التفاصيل ولو مننا كل احترام كلهم ناس افاضل جدا الاستاذ يحيى الكومي متضايق من الاستوديو والراجل دخل وقال لي والحديث عن الاهلي كتير وحق الاهلي وحق الاهلي وناشئين الاهلي يا كابتن سيف كلام جميل جدا والراجل متفاهم جدا ومتحضر واتناقشنا واخرين اعلاميين اخرين ينضموا لقناه او يعني لمنظومه الاهلي طالعين برضه معترضين ولا كابتن سيف انت ما اديتش ناشئين الاهلي حقهم عمرو لازم كل كلامك مع النادي الاهلي انا توقعت والله لازم يبقى جاي حزين على اللي حصل في المحله امبارح جاي مهموم بالانهيار اللي موجود في فرقه الكوره او مش انهيار الهزيمه الثقيله جدا من المحله وازاي الزمالك بيلعب بالفول تيم بتاعه ويخسر من مش فول من تيم فول تيم فول ازاي تسع لعيبه من الزمالك مش موجودين ازاي فين تسع ايه ده تسع لعيبه من الزمالك بيلعبوا في المنتخبات مش عواد ده حارس مرمى ثانية واحدة بس تسع لاعبين من الزمالك بيلعبوا في المنتخبات طب ثواني ازاي فول تيم ثواني انت بتتكلم طب ثواني انا هقول لك اسماء عواد ده حارس دولي مش حارس دولي حاليا مش دولي طبعا الدولي بيلعب في الدولي حارس دولي مش حارس دولي حاليا طب حارس كبير ومش حارس كبير حارس اساسي دولي ثواني حارس كبير امال اللي بيلعبوا دول اسمهم ايه دوليين دوليين طيب يعني هو مش دولي حازم امام حاليا هو دولي مش دولي عبد الشافي لو دوله مش دولي طبعا بس حاليا مش دولي حازم امام حاليا مش دولي عمر السعيد شيكابالا كله رزاز سي كل دول مش اساسيين في نادي الزمالك دولي يعني الزمالك خسر من الفريق الاساسي لا مش اساسيين طبعا مش اساسيين طبعا مش اساسيين كل دول مش اساسيين ده الزمالك ده طب والتسعه اللي بره دول مش اساسيين تسعه دول ايه يا عم ده عادي يعني انت لعبته بفيل تيم زيزو مش اساسي يا عم عادي ممكن انا بسالك بس ممكن يكون مصاب موجود مش مصاب الحديث يا استاذ علاء الحديث اللي حضرتك بتقوله غلط مع احترامي لا مش كده لا يا استاذ علاء لا انا الحديث بتاع حضرتك دقيقه واحده يا كابتن سيف انا بتكلم على ان هو مش حزين على فريقه لا انت برضه حضرتك ماشي معاه غلط احنا عشان نقفل القصه دي شايف حضرتك اداء الاسماعيلي اداء المحله امام نادي الزمالك واداء الزمالك وضع نتيجه طبيعيه لا مش طبيعيه طبعا شايف حضرتك ان دي مش تشكيله اساسيه فالنتيجه لا 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 ان التشكيله مش اساسيه لكن طبعا. دول بدلاء معظمهم بدلاء في منهم اثنين ثلاثه طبعا اساسيين اثنين ثلاثه بس يعني عبد الشافي وحازم امام وشيكابالا ما تسيبه براحته ورزاز سيسي وعمر السعيد وكل ده اساسي ورزاز سيسي لسه لعب كل دول عمرك شفته في ماتش دوري استاذ علاء ممكن انت بتقول اي حاجه ممكن بعد اذنك تخليك معايا حضرتك كمل بقى الاساسيين بقول في ثلاثه او اربعه اساسيين اللي هم ممكن اسمهم لك بالاسم الاساسيين اللي بيلعبوا عبد شافي شيكابالا لا كفر الاهلي والله العظيم دول الاساسيين حازم امام حتى يعني بيلعبوا احيانا الاساسي ده كنايه على ان حضرتك عايز تقول لا عايز اقول ان دول اسمهم بدلاء الزمالك تمام بدلاء الزمالك بدلاء الزمالك ادوا اداء مخيب للامال امام غزل المحلة تمام. بدلاء الزمالك المفروض لما يلعبوا مباراة قدام الغزل المحلة أو أي فرقة تاني في الدوري لازم يكونوا ند وند قوي مش هتكلم على نتيجة مين يكسب مين لكن أنا بتكلم على الندية على المنافسة الشريفة على العطاء في الملعب على بذل المجهود على الالتحام الصح على الانتشار الصح على هو دي كرة القدم
لكن احنا بكل اسف انا اللي شفته من بدلاء نادي الزمالك ولا اي حاجه من اساسيات كره القدم اللي انا بتكلم عليها ما شفتهوش. في روح غايبه، في اداء اقل من المتوسط، المستوى بشكل عام مزري جدا. تمام، محتاج وقفه من مجلس الاداره مع هؤلاء البدلاء. يعني انت مع قرارات مجلس اداره العقوبات وكده؟ طبعا لازم عقوبات، طبعا طبعا، يعني العقوبات دي اساسيه، لكن لابد من وقفه بعيدا عن العقوبات، لازم وقفه فنيه مع المستويات. العقوبات مش كبيره يا عمرو؟ افندم 250000 جنيه مش كبيره؟ لا 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 لا، يعني اصل في ناس اعترضت لما النادي الاهلي وقع عقوبات 300000 جنيه على كل لاعب، وما كانش بالتساوي، يعني لما كان النادي الاهلي وقع بعد مباراه السوبر. يعني دي وجهه نظر مالهاش علاقه، لكن عقوبات لا. بس كده نرفع والله كده يا كابتن سيف، نرفع قبعه لشباب النادي الاهلي بصراحه، يعني نرفع القبعه لما بدلاء الزمالك اللي هم النجوم السين وكبار وناس لعبوا بطولات دوري ولعبوا بطولات افريقيا ويخسروا بالشكل ده، لازم نرفع قبعه لشباب الاهلي. وانا قلت لحضرتك الاسبوع اللي فات ان في لعيبه من النادي الاهلي هتمشي، هتجي لها عروض. انا باكد لحضرتك ان في عروض وصلت بالفعل لخمس ناشئين في النادي الاهلي. فينهم دول؟ هيروحوا فين؟ موجودين في فرق في الدوري المصري، في الدوري المصري. ما هيروحوا فين يعني؟ مين اللي هياخدهم دول؟ ما انا عايز اعرف. لا، ظهور ناشئين الاهلي كان اكثر من رائع يعني. بس مش لدرجه عروض يعني، لسه بدري. عروض اعرى، ما في انديه محتاجه. الحاجه الوحيده اللي تعطلهم هي كاس العالم للانديه، لان النادي الاهلي فيه خمس لاعبين مميزين جدا في شباب النادي الاهلي، موجودين في قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية. دي لازم تلاقي حاجة وبعدين حاجة تعطلها. ده شيء يعني، أنا ده الشيء اللي بيعطله. أنا أتواصل مع كابتن بيبو. أنت خلي بالك، أنت خلي بالك، عايز أقول لحضرتك حاجة، عايز أقول لحضرتك حاجة. لا لا، عايز أعرف والله العظيم. علاء دايما يطلع ويروح مدي فرامل. أنت مش فرامل، دي سنة الحياة. إيه؟ انت عايز وتيره سنة الحياه الفرامل؟ لا يعني سنة الحياه ان عصي فيه بطوله. ايوه، مش انت ابتديت الحلقه اتكلمت على موسيماني؟ الرد كان ايه؟ انت يا استاذ عمرو محق، صح؟ بنتكلم دلوقتي، انت اتكلمت على الزمالك، بس على الفريق. موسى احرجكم انتوا الاثنين. احرجنا ايه؟ دي واحده يا استاذ علي، دي واحده احرجنا احنا الاثنين. انت حضرتك دلوقتي اتكلمت على الزمالك، هو بيتكلم عن شيء الاهلي اللي قده بشكل رائع. على طول معترض ليه؟ معترض ليه؟ على فكره انا مش معترض. طيب، بالعكس قده بشكل رائع، وبالعكس حقيقة. في اكتر من ناشئ ظهر بمستوى فعلا ممتاز. طب ما الراجل بيقول كده، بيتكلم الماني. بس ثانيه واحده بس، في اكتر من ناشئ فعلا ظهر بمستوى ممتاز ولاعيبه تستحق انها تكمل في الفتره الجايه، لكن انا معترض على حته ان ايه، اصل جالهم عروض يعني. في انديه موجوده والله يا استاذ عمرو، والله العظيم جت لهم. استاذ عمرو، في انديه لسه بدري خالص، هنخلص اللعيبه الصغيره. يا عم عروض عاره، ايه المشكله فيها؟ في انديه محتاجه وامكانياتها تدور في الحتت دي. انديه كتيره يعني، الكابتن حسام في الاتحاد بيعمل كده، الجونه ممكن يعمل كده، المحله ممكن يعمل كده، انديه كتيره جدا ممكن تعمل كده. عادي يا عمرو، في الانتقالات لو انت عندك النهارده اتنين ناشئين فايقين، انا اخدهم بارقام كويسه، بس طبيعي، ما فيش حاجه. كل حاجة عندهم يا عمرو. يا عمرو، ده خمسة منهم موجودين في قائمة الأهلي، في كأس العالم للأندية. مين الخمسة دول؟ في خمس لاعبين في قائمة النادي الأهلي. مين هم دول؟ هات القائمة المبدئية للنادي الأهلي، 35 لاعب منهم خمسة ناشئين. خمس ناشئين في قائمة النادي الأهلي. بس بصراحة الحقيقة مجهود كبير جدا طبعًا. جدا جدا لكابتن خالد بيبو الحقيقة في قطاع لا الناشئين. خالد بيبو والله يكون في عونه اليومين دول، بيقول لي التليفون على طول، المفاوضات مع الأندية بشكل غير عادي. المهم انه معايا في العربيه بيسمع بالكلمه ويسلم على خالد بيبو، قال له وحشتني. انا متاكد. لا، وخالد بيبو في عايز اقول لخالد بيبو، قال له ايه يعني؟ هو معايا في التليفون وسمع خالد بيبو ويقول له سلمنا عليهم، وخالد بيبو يقول له سلمنا عليهم، وسمع الكلام كله، المكالمه كلها. وبعدين على الشاشه مختلف تماما. يعني خالد بيبو لو كان قال يبقى صح. طبعا هو قال، انا بحب خالد بيبو. هقول لك بعد التصريحات لأمير مرتضى منصور برضو انت ترد عليها، بيقول ان الوضع في الزمالك صعب، ان عدد اللعيبه اللي بتمرن كتير، 39 لعيب و40 لعيب، وعدد كبير جدا طالع من قطاع الناشئين، كل لعيبه بتغير في حته، في الفلوس المستحقات بتاعه اللعيبه، في لعيبه اخذ 50% ولعيبه ما خدتش، وفي لعيب اخذ مستحقاته كلها كامله بتاعه السنه الجايه. شايف المشهد ده ازاي؟ لا، المشهد ده عبثي في نادي الزمالك، بس ده عبثي من زمان. يعني عبثي من فترة طويلة. يعني مشكلة نادي الزمالك ان دايما تلاقي لاعب بياخد رقم كبير جدا، وجنبه لاعب بياخد رقم قليل جدا. فدي عاملة مشاكل. فطبعا لما تيجي تتكلم على المستحقات، ده خد 50% وده ما خدش، لان فعلا اللاعب ب3 مليون جنيه هتديله 50%، ولاعب بياخد 25 مليون جنيه هتديله 50% مثلا. يعني انا بديك مثال، ده ال 25 ال 50% بتاعته كام؟
12.5 مليون جنيه. وده ال 50% بتاعته كام؟ مليون جنيه. فشوف الفرق، الفرق ضخم. فطبيعي انت بتعمل ايه؟ تدي اللي بتاع ال 2 مليون جنيه ولا 3 مليون جنيه، بتدي له 70% عشان يعني يبقى عنده فلوس. بس عرف الأندية، بس ده بتدي له 20% لان ده ال 20% بتاعته مبلغ. عرف الانديه كلها ده، انا بقول لحضرتك ان ده غلط، انا ما بقولش صح على فكره، انا ما بقولش ان ده صح، نسب. بس بقول لك ان ده موجود في نادي الزمالك. بس انا مبسوط ان عمرو بيقول ان ده مشهد عبثي في الزمالك من زمان، يعني لا لا بيعترف انا سعيد ان عمرو بيعترف بواقع لما قال لك مشهد عبثي في الزمالك من زمان، فده معناه انه من فتره طويله. من فتره طويله، يعني كان موجود بقاله فتره طويله في المجالس السابقه كلها، واللي ما كانش بيعترف بيه قبل كده. دي بس كانت نقطه نظام. بس ماتش الباسكت الاخير كان ماتش الحقيقه جاي رائع من الفريقين، رائع. هرجع اتكلم عليه، بس انا بشيد الحقيقه بالاهلي والزمالك في المباراه اللي فاتت، لان ادوا اداء مشرف جدا يعبر عن مستوى كره الباسكت في مصر، وده الحقيقه يستاهل الاثنين التحيه. قبل ما نخش بقى وانت تقول وسعلا يقول لك ان هم ملوك الصالات وانت فاهم قصدي والقصه دي كده، احنا بنسجل دلوقتي 2022. ها انا بعمل لك ورقه دلوقتي على جنب كده. كل مباراه الاهلي والزمالك في كل الالعاب. يعني كان في كره طايره سيدات، الاهلي 3-0، وادي ماتش السله هو الاهلي كسب. بس الماتشات كلها الكره انتوا سميتوها برضو القاضيه طبعا. بقى 5 ثواني يا كابتن والاهلي خسران بفرق بونت ويكسب بثلاثيه، وباقي 5 ثواني مباراه كبيره جدا. هتكلم انا، ما انا عايز اعلق. طيب بعد الفاصل. ما انا ما قلتش يعني بعد الفاصل. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حلقه. نرجع بقى سريعا قبل ما نتكلم على المنتخب الوطني، عايزين نتكلم على ماتش الباسكت. انا عايز اتكلم على الباسكت. طبعا. مبروك للنادي الاهلي فوزه على الزمالك في مباراه الباسكت. ومباراه كانت قويه جدا. صح. مباراه كانت مهمه جدا للطرفين. هي طبعا نتيجتها في النهايه مش مهمه، لان لسه دوري مجموعات ولسه يعني لسه الادوار النهائيه يعني. لكن كانت مباراه مهمه لجمهور الفريقين. المباراة طبعا شفنا فيها تحكيم مش سيء، أسوأ من السيء، لأن آخر دقيقة يعني آخر ثانية اتقلبت المباراة بسبب التحكيم. لاعب من النادي الأهلي عمل حركة مسيئة ما ظهرتش في التلفزيون، لكن ظهرت للاعبين. الحكام ما خدوش أي أكشن عليها، لكن لاعب الزمالك الصغير لما حط الباسكت وعمل كده، عمل نفس الحركه ابن يعني كابتن ياسر ابو وهاب، ابن كابتن احمد ياسر عبد الوهاب، راح خد فاول وتكنيكال فاول للاهلي وباقي ثانيه. فالاهلي لعب 3 رميات فقرب يعني بيه، وكان الفرق 5. يعني انت مطلع على التحكيم في هذه المباراه؟ كانش فرق 5 يا عمرو، كان فرق 5، كان فرق 4 ثانيه واحده بس، الفرق 4. عمل 3 وبعد كده عمل الثلاثيه بقى. لا لا لا. يعني انت مطلع على التحكيم في هذه المباراة؟ لا التحكيم كان سيء جدا، لان عمل نوع من ايه، كلب بكيالين فقط. ماشي. لكن غير كده كان ممكن تعاقب ده زي ما تعاقب ده، بس المباراة تاخد من ده زي ما تاخد بس من ده. المباراة الحقيقة مباراة ممتازة ورائعة جدا ومستوى عالي الحقيقة للفريقين. مبروك للنادي الاهلي وهارد لك طبعا للزمالك. نروح للمنتخب الوطني. شفت مباراة السودان ازاي؟ والله كابتن سيف ما كانش على المستوى المأمول. الفوز انا كنت واثق ان المنتخب هيكسب المباراه، بس كنت متوقع ان المكسب هيكون اكبر، نتيجه اكبر من كده يعني، مش 1-0، كنت اتوقع 2-3. كنت اتوقع اداء افضل من كده شويه، لكن يعني كان في توتر، واكيد التوتر ده موجود عند اللعيبه بشكل كبير جدا. اللعيبه خايفه من مفاجآت، خايفه تحصل اي حاجه، لكن عدينا وخلاص يعني. لكن طبعا لسه لحد دلوقتي المنتخب بتاعنا لحد دلوقتي ما قدمش العرض اللي يطمن الجمهور لحد دلوقتي خالص. لسه كروش يعني يمكن افضل مباراه شويه في ناحيه التوظيف اللاعبين افضل شويه، لكن مش هو ده برضو النسبه، لكن بنتحسن. والحمد لله كنا محظوظين جدا ان احنا المسافه الزمنيه بيننا وبين مباراه كوت ديفوار كانت اسبوع، يعني اكتر المحظوظين مثلا زي منتخب تونس ومنتخب نيجيريا اللي لعبوا النهارده. يعني منتخب نيجيريا ارتاح 48 ساعه بس وبيلعب الدور 16، فطبعا مش محظوظين جدا يعني. اكيد لسه التوابع، لسه المنتخب مجهد، منتخب نيجيريا مجهد، منتخب تونس ظروفه صعبه جدا 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 جدا، ف
فاحنا كنا محظوظين جدا جدا ان احنا ناخد المسافه الزمنيه الكبيره دي، ودي فرصه لكروش طبعا ان هو يستعيد بشكل افضل جدا، يعيد التفكير، يعيد الاستشفاء اللاعبيه بيكون شكل افضل. منتخب تونس ما لحقش حتى الاستشفاء للاعيبه المصابين، شفنا ازاي عندهم 12 كورونا، شفنا منتخب زي جزر القمر اللي هيلعب بكره مع الكاميرون ازاي ما عندوش حارس مرمى، فاتنين حراس مرمى كورونا والحارس الثالث مصاب وما عندوش حارس رابع، عشان دي كانت مهمه جدا حكايه الحارس الرابع دي. فانا بقول لك احنا نعتبر من افضل المنتخبات حظوظا ان احنا المسافه بين مباراتين كانت اسبوع كامل. استاذ عمرو، مباراة السودان بالنسبة لمنتخب مصر هي مباراة أفضل بكثير من الجولتين الأولانيتين. ظهرنا بشكل أفضل، في تجانس بدأ يظهر ما بين اللعيبة، تشكيل كان أفضل بكثير، أداء منتخب مصر كان أفضل أفضل، لكن مش هو ده اللي احنا مطلوب أو الأفضل على الإطلاق، أو مش هو ده المستوى اللي يطمن جمهور كرة القدم المصرية، لا مش هو ده المستوى. لكن طالما الأمور بتتحسن فإحنا بالنسبة لنا الوضع أفضل، لكن لازم نحط في الحسبان إن إحنا هو المباراة أفضل لكن المنافس كان أقل طبعا، فدي دي برضو لازم تتحط في الحسبان. عشان كده مش قادر أقيم كروش حتى الآن، مظبوط. لكن عايز أقول إن إحنا عايزين نلغي أو نطوي صفحة دوري المجموعات ونبدأ في صفحة بطولة، لأن دي بطولة جديدة أنت تقدر تعتبر المرحلة الجاية اللي هي مرحلة الإقصاء من مباراة واحدة، ده بطولة جديدة في حد ذاتها. فالناس كلها لازم تطوي صفحة دوري المجموعات، لازم تلعبه بطريقة أو بأخرى، المهم أن أنت عديت وحققت الهدف. فإحنا حققنا الهدف من دوري المجموعات، فده نجحت في الجزء الأولاني، سواء نجحت بمجموع كبير بمجموع متوسط بتقدير كبير بتقدير أقل، أنت في النهاية نجحت. احنا دلوقتي دخلنا بطولة جديدة وهي دي الاهم، وده الادوار الاقصائية هي الادوار المهمة اللي هتوصلنا للمباراة النهائية باذن الله، اللي بنأمل ان شاء الله نوصل للمباراة النهائية ونكسب البطولة دي. احنا عندنا امل كبير والجمهور المصري كله عنده امل ان نكسب البطولة دي، عندنا الامل ده. فبالتالي احنا محتاجين المنتخب يظهر بشكل مختلف تماما في المباراة الاقصائية، وانا اعتقد اذا عرفنا نفوز على منتخب كوت ديفوار وباذن الله هنفوز، اذا تمكننا من الفوز باذن الله هنوصل للمباراه النهائيه باذن الله، لان هي عنق الزجاجه بالنسبه لنا هي مباراه دور ال 16 دايما. وانا دايما اقول مباراه دور ال 16 دايما اذا عديت فيها بشكل كويس هتقدر تعدي المباراه الجايه، حتى لو كانت مع منتخبات اصعب، وهي بالتاكيد مع منتخبات اصعب، لان كل دور اقصائي هتعديه هتلعب مع منتخب اصعب من اللي قبله. لكن احنا تعودنا ان لو عديت عقبه دور ال 16 هتعدي. احنا في اذكر في كاس العالم 98 مع كابتن محمود الجوهري، كاس الامم 98 مع كابتن محمود الجوهري، كنا رايحين بنفس الظروف تقريبا، وكان حتى في الادوار في الدور الاولاني كان برضو ادائنا دوري المجموعات ما كانش افضل ما يكون. لا لا زاد، احنا عملنا ماشي، ما كانش افضل ما يكون المستوى، عملنا 3 انتصارات وبنتائج كبيره جدا. ماشي، ما كانش الاداء، انا بقول الاداء لا لا. مش بالعكس، احنا كنا لا احنا كنا انا بتكلم على اداء، احنا فاجئنا الناس كلها. لا 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 لا، وفاجئنا نفسنا في دوري المجموعات كنا بنعلى واحده واحده. لا احنا أيوة، احنا بدانا من موزمبيق من اول مباراه، حتى تصريحات الكابتن جوري ورايح ما كانش متفائل، كان بيتكلم على ال 13. لكن احنا من بعد وحتى بعد مباراه الدور الاول في 98 لما احنا عدينا، كان الجمهور المصري برضو مش متفائل، لكن بدأ التفاؤل وبدأ الناس تضع أمل للفوز باللقب بعد مباراة دور الستاشر. بعد ما كسبنا دور الستاشر بدأنا خلاص منتخبنا يتغير ويظهر بشكل تاني، والمنتخبات بتظهر في الأدوار الإقصائية بشكل مختلف عن الأدوار التمهيدية، دي بتبقى إيه، في نوع من الهدوء شوية في النسبي في الأداء. فأعتقد منتخب مصر هيظهر بشكل مختلف، الأداء هيختلف إن شاء الله في دور الستاشر. إذا نجحنا في الفوز على كوت ديفوار وإن شاء الله هيحصل، إن شاء الله هنوصل للمباراة النهائية. طيب مباراة السنغال شايفها إزاي؟ مباراة صعبة جدا جدا جدا، وأنا يعني حتى إذا كنا شفنا يعني منتخب السنغال في الأمم الأفريقية مش بالمستوى اللي كنا احنا يعني حاطين عليه شكل، يعني ان منتخب السنغال ده منافس عنيد، لا 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 لا، هو منتخب احنا نقدر عليه، لان منتخب مصر منتخب كبير. لكن هي مباراة صعبة جدا، لازم الناس تبقى فاهمة ان منتخب السنغال منتخب قوي جدا، عنده محترفين، عنده لعيبة كبيرة، وهي كمان المباراة هتكون
ضمنها مباراة أخرى ما بين مو صلاح وما بين مانيه، فبالتالي هي مباراة على جميع المستويات صعبة للفريقين، كل واحد بيطمح ان يوصل لنهاية كأس العالم، كل واحد بيطمح ان يستمر مع فريقه، لان ده كمان بالنسبة لمانيه او صلاح انجاز شخصي مع منتخب ويحب يحققه، علشان لما يروح بطولة العالم دي هتزود من اسهمه. لا انا شايف طبعا ان مرحله دوره مجموعات كاس الامم الافريقيه غيرت من نظرتنا لتصفيات كاس العالم. اللي احنا شفنا المنتخبات كنا يعني قبل كاس الامم كان عندنا تخيل ونظره وتقييم مختلف للمنتخبات عن اللي شفناه على ارض الواقع. يعني السنغال كنا مدينها اكبر من حجمها بكتير على الصعيد الفني، يعني على الصعيد الفني كنا شايفين ان السنغال دي هي المرشح الاول والاخير، منتخب الجزائر هو المرشح الاول والاخير، وكنا مرعوبين من ان احنا نقابل الجزائر او نقابل السنغال في تصفيات كاس العالم. لكن على ارض الواقع لما شفنا مرحله دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا اعتقد ان خففت شويه من يعني من يعني قللت من مخاوفنا، قللت بشكل كبير جدا. يعني الجزائر شفناها ازاي، الفرس الرهان الاول في الدور الاول، شفنا منتخبات تانية احنا ما كناش عاملين حسبانها زي نيجيريا شفناها بشكل افضل بكتير جدا ما كنا بنراهن عليها، شفنا منتخب الكاميرون بشكل مغاير تماما اللي احنا يمكن المنتخب الوحيد اللي احنا كان تقييمنا ليه اعلى من اللي شفناه كان منتخب غانا فقط. يعني منتخب غانا بس اللي احنا كنا عارفين ان ده منتخب قوي، لكن لما شفناه ارض الواقع اضعف. لكن انا شايف ان المنظور كله المنظور الفني وكل الخبراء اكيد هيتفقوا ان بعد دور المجموعات كل وجهه النظر هتختلف تماما والتقييم الفني هيختلف. لان دلوقتي الناس دلوقتي في مصر لما لو كنت قلت لهم السنغال لو كنا قبل كاس الامم الافريقيه القرعه اتعملت قبل كاس الامم الافريقيه وقلنا مع السنغال الناس كانت يعني ممكن هتبقى مرعوبه وكان نسبه التفاؤل تبقى ضعيفه جدا. لكن دلوقتي لا، نسبه دلوقتي 50-50. ندعم الناس ازاي؟ نعمل حاله ازاي من هنا لشهر 3 ان نبقى بظهر المنتخب ونعمل حاله ايجابيه؟ بس عايز اقول حاجه برضو بالمناسبه دي يا كابتن سيف، ان منتخب السنغال النهارده احنا بعد ما شفنا فعلا زي ما قال علاء، بعد ما شفنا الامم الافريقيه ودوري المجموعات حسينا المنتخب اقل من تقييمنا كان ليه. لكن بعد شهرين الامور ممكن تختلف عشان برضو الناس ما تريحش وتفتكر ان احنا نلعب مباراه سهله. لا، بعد شهرين الامور تختلف. بدليل ايه؟ احنا كلنا كنا بنتكلم عن منتخب الجزائر المنتخب المرعب في بعد كاس العرب. لكن منتخب الجزائر لما لعب في دوري المجموعات المستوى قل بعض الشيء. فالناس دلوقتي بتتكلم ان لا يا ريتنا قابلنا الجزائر مثلا. يعني فعايز اقول ان المستويات بتختلف من شهر لاخر، لان حسب حاله النجوم اللي عندك وضعهم ايه، حسب تركيزهم ايه، حسب الوضع الخارجي بتاعهم ايه، فده بتختلف من وقت لوقت. فبالتالي بعد شهرين انت ما تقدرش تضمن المنتخبات دي هيبقى شكلها ايه برضو بعد شهرين، هي بنفس لعبتها بنفس الحدوته. عشان كده لازم نركز كويس جدا، وزي ما حضرتك تفضلت وقلت انا سعيد جدا بالحكايه ان احنا لازم نشوف هنآزر منتخبنا ازاي. عندنا نموذج كمان، عندنا نموذج رائع الجزائر. يعني الجزائر كانوا يعني صحيح. الاعلام الجزائري بدا يهيئ الراي العام ويهيئ جماهير الكره في الجزائر من بعد فقدان الامل بنسبه كبيره جدا قبل مباراه الكوت ديفوار. كان بيقول لك احنا ممكن نكسب وبتاع، لكن كان في تهيئه راي عام ان احنا حتى لو خرجنا من البطوله دي ده مش معناه انتهاء جيل ولا ان نحكم على الجيل ده بالفشل، ان احنا بطل العرب وكده. انت حضرتك لو شفت حتى المذيع، ما هو نفس الجيل اللي عمل بالظبط ده لسه من شهر واحد كان بطل العرب ونسكر طول. حتى المذيع وهو بيذيع مباراه الجزائر يا كابتن سيف عمال يلتمس العذر للعيبته، احنا اقوى، احنا افضل. صح. احنا لسه عندنا رهان جاي، لازم نبقى داعمين. ده وصل رساله، لا احنا عندنا جلد الذات زياده عن اللزوم. فاتمنى ان الناس تغير نظرتها. كابتن سيف تغير نظرتها. انا شايف ان نموذج الجزائر هو افضل نموذج بصراحه في الدعم، عكس اللي حصل في غانا. يعني غانا فيها الوضع صعب جدا، وصلت للصحافه الغانيه طلبت باقاله اتحاد الكوره واقاله الجهاز الفني وطرد اللاعبين المحترفين وعملوا وكل حاجه واستبعاد اللاعبين وعاملين جيل جديد. بيقول لك احنا نلعب المنتخب الاولمبي المباراه الفاصله. يعني الموضوع صعب جدا. لكن في الجزائر لا، النهارده حتى رئيس الاتحاد النهارده طلع يتكلم على علاقته مع جمال بولماضي، وان هو كل الدعم لجمال بولماضي، وان ثقته في اللاعبين، وان لسه قدامنا فرصه ثانيه، وان الحلم الاكبر بالنسبه لنا هو كاس العالم. يعني خلوا الناس دلوقتي في الجزائر دلوقتي بيتكلموا على ان التاهل لكاس العالم اهم من فوز ببطوله كاس الامم الافريقيه. طيب نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل ونشوف الصور
اخبارها ايه مع عمرو علاء بعد الفاصل. نرجع بقى ونشوف الصور ونشوف التصريحات. نخش الاول على التصريحات ونسمع وجهات نظر الاستاذ عمرو والاستاذ علاء. اول تصريح معانا: مفاوضات تجديد عقدي مع الاهلي طالب، واجب احترام دوري في اخر 7 سنوات تولى المهمه مدربون اخرون ولم يحققوا هذه البطولات. طبعا ده تصريح غير موفق من ميتسو موسيماني، وما كانش ما كان يجب عليه ان هو يتطرق للمدربين السابقين للنادي الاهلي، لانه ما كلهم عملوا انجازات في فتره زمنيه. يمكن حتى الكابتن زيزو اللي جه اسبوع واحد بس خد بطوله السوبر من الزمالك في الامارات، يعني حتى اسبوع واحد بس ممكن يحقق بطوله. انا بقول له الكلام مردود عليه: انت كنت مدير فني لصن داونز لمده 8 سنوات، فزت بدوري ابطال افريقيا وسوبر افريقي، ودوري ابطال افريقيا على حساب الزمالك بالمناسبه، وكسب سوبر افريقي واحد بس. انت مع النادي الاهلي في 14 شهر بس كسبت 4 بطولات افريقيه. السر في النادي الاهلي مش في بيسو موسيماني. استاذ عمرو، انا يعني عجبت لك يا زمن، تمام، بعد ما كانوا بيرحبوا بالراجل. اجابتك انت ايه؟ عجبت لك يا زمن. اجابتك ايه؟ عجبت لك يا زمن. هو دي اجابتي. اللي بعده: الزمالك احسن فريق في افريقيا لكن الاهلي في حته تانية. افشل. انا عاجبني قوي كلمه في حته تانية دي. انا سعيد جدا جدا ان كلمه في حته تانية دي بقت مصطلح دارج على كل الناس، يعني اي حد عايز يعمل مقارنه. كابتن سيف، انا بهنيك والله بجد انك انت قدرت، نجحت بجد انك تخلي كلمه من حته تانية دي خليتها على كل لسان الناس كلها. يعني حتى افشل لما جه يتكلم على الاهلي ما لقيش افضل من وصف ان الاهلي في حته تانية، وفعلا هو في حته تانية. استاذ عمرو: لا طبعا الاهلي مش في حته تانية ولا حاجه. الاهلي والزمالك اكبر ناديين في افريقيا طبعا، ومحدش يقدر ينكر بقى. ده شوف العقل بقى. وقفشه لعيب كبير ولعيب محترم، وكان نفسي يبقى موجود في منتخب مصر في الفتره دي. وهو لعيب محترم ولعيب جميل ولعيب بيعرف يتكلم كويس وبيعرف يختار الفاظ مهذب الحقيقه. اه طبعا، فيعني حاجه مشرفه. اللي بعده: لا نية لإيقاف كارتيرون وإقالة كارتيرون وأزمة العقود بسبب مشاكل الزمالك. يعني إقالة كارتيرون أنا شايف إنها مش صحيح، لأن كارتيرون لو بعض الأصوات اللي بتنادي وتقول هو الراجل قال لا نية. ما أنا فاهم. أنا بس بعلق بعض في بعض أصوات، ما هو بيرد على الأصوات دي، في بعض أصوات بتنادي بتقول قيلوا كارتيرون بعد ما اتغلب في الماتشات البتاع. لا، تصريحات عاقلة ومنطقية ومحترمة، لأنه ما أقدرش أقيل مدير فني ده جاب الدوري وعمل إنجازات كويسة وهو مدرب كويس جدا. مش معنى أن يخفق في حاجة أنه يبقى نقيله. يعني النص الثاني، النص الثاني اللي هو ايه؟ أزمة العقود. أزمة العقود أزمة طبعا. أنا قلت إن هي أزمة مش منطقية، موجودة بقى فترة طويلة في نادي الزمالك. طبعا أنا شايف التصريح، يعني ما ينفعش بعد كل هزيمة للزمالك يطلع يقول لك لا نية لإقالة كارتيرون، لأن هيفضل يقول لك كتير، فما ينفعش. هو الراجل ما قالش حاجة خالص، ده أول مرة يتكلم. ما أنا عارف. لا بس أصل كلمة أصل لو الزمالك كل ماتش هيخسره من فاركو من المحل هيقول له لا نية لإقالة كارتيرون، هيفضل يقول لك كتير. هو أمير أول مرة يرد أصلا. ما أنا عارف. يعني أنا عارف هو بيتكلم الله منطق. فهو الراجل الله عارف. أنا عارف بس أصل يتكلم يرد على يا كابتن علاء، تسمع منه الله منطق فقول الله منطق. أنا بس وجب التنويه. أنا بتكلم بس أفلاطون اللي بيتكلم، ده أفلاطون بتاع المدينة الفاضلة. أنا بتكلم بمنطق عمرو بس. فأنا بقول لك لا طبعا، هو التصريح طبعا المفروض الزمالك كان من الوهله الاولى يفهم الراي العام، الاعلام الزمالك يوجه الراي العام الهدف من كاس رابطه الانديه زي ما النادي الاهلي عمل. عشان كده النادي الاهلي جمهوره متقبل اي نتيجه وكل الانديه متقبله اي نتيجه. لكن كان يجب على الاعلام الزمالك ان هو او اداره نادي الزمالك تفهم جمهورها الهدف من كاس الرابطه، لان هيفضل كده الموضوع هيبقى صعب جدا. اللي بعده: ميسي وصفني بالحمار بسبب محمد صلاح بسبب استبعادي من اختيار التشكيل العام. ده كان جيمي كارجر نجم ليفربول السابق. ده النهارده الحوار ده كان من امتع الحوارات اللي قريتها النهارده الصبح على وكاله الانباء. كان حوار خبر قصدي كان
خبر طريف جدا جدا. انا اندهشت حتى ان هو قال ان ميسي بعت له رساله. وكان كان حوار مع مدير مع صديق ليه ده, طبعا ده كان واحد من نجوم او اساطير ليفربول, وقال ان انا كنت في اختيار بختار افضل لاعبين في العالم. لما سالوه عن اختيار افضل لاعب اختار محمد صلاح, استبعد ميسي وحط محمد صلاح. فقال لك ان ميسي بعد ما النتيجه دي راح بعت له رساله على انستغرام, هي بعت له رساله على الانستغرام وقال له انت حمار يعني. فانا الطريف بس الاطرف ان هو يقول يعني واحد غيره كان ممكن يعني ان 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 ان, إن لعيب يسبه او يهينه ويطلع يصرح بكده. لا ما ده ميسي برضه كده. يعني هلا انا بقى اتفضل. انا مبسوط جدا بان اشوف الاجانب, الفرق ما بين افلاطون والمدينه الفاضله وما بين الاجانب اللي بيعترفوا بكل حاجه. الراجل بيتكلم بيقول لك شوف قال لي بعت لي عشان انا اخترت محمد صلاح بعت لي قال لي انت حمار ميسي. عادي جدا, عادي جدا, عادي عادي يعني ايه اللي عادي, عادي جدا ان الراجل طلع يعني طلع بعت لك رساله ثانيه يعني واحده بس انتوا يا بتوع العادي يا بتوع المدينه الفاضله اهدوا بس ايه اللي عادي ايه ده توتر يعني انت يا استاذ عمرو حد يقدر يبقى ثانيه واحده بس بقول لك عادي جدا الراجل اعترف ان قال له كده. عم ايه اعترف ما خافش ما قالش ما خباش, لكن احنا عندنا المدينه الفاضله مخبي مخبي يا عم ما تصحش نداري يا عم ازاي انتوا افلاطون. طب ممكن اسالك سؤال؟ ممكن لا لا مش كل حاجه يا عمرو يا كابتن سيف. لا انا يعني مش كل يا عمرو يا عمرو غلطان طلع يا عمرو مش لازم نستورد كل الثقافات الاوروبيه يعني انا واحد يا استاذ علاء لا ثقافه لا دي اصل بعد احنا عاملين نستورد من اوروبا عاملين نستورد من اوروبا حتى في الافلام يا كابتن سيف يا فندم لما يقول مبهرين مبهرين بكل حاجه دي واحده بس يعني واحد يتهان يطلع يقول لك انا اتهان نظرك تحترم. انا بقى عايز اسالك سؤال الحقيقه هتزعل؟ لا لا ما تزعلش. طب هو الراجل قال الحقيقه خلاص. لو انت حضرتك حد بعت لك الرساله دي ممكن تقولها في الاعلام؟ ما ده الفرق بين العقليه الاجنبيه. لا بسالك انت هكمل لك وانا هقول لك اهو ده الفرق ما بين عقليه الاجنبي وعقليه المصري. تمام. عقليه الاجنبي يقول لك انا حصل كذا ما بيكذبش, لكن عقليه المصري هيخبي يقول لك اصل ما قالش لا ما حصلش. انت هتعمل ايه؟ هخبي زي المصريين ما انا مصري وانا امريكي وانا هخبي زيك وهي دي العقليه الافضل. انا بتكلم كده لا مش الافضل من وجهه نظري لان في حاجات ما ينفعش لا ينبغي طبعا تطلع مصر ام الدنيا. احنا مبهورين مش عارف مبهورين بالثقافات الثانيه ليه يعني. نشوف الصور ايه. انتوا افلاطون. لا انت مبهور بالثقافات التانيه في حاجات اصلا ما تنفعش. اول صوره طبعا دي صوره بجد يعني الصوره دي صوره رائعه جدا. والف سلامه طبعا للكابتن اشرف قاسم نجم كبير جدا والموقف رائع من الكابتن محمود الخطيب. وده رساله بجد يعني للناس المتعصبه. ادي نجوم الاهلي والزمالك اتنين زملوا بعض في الملاعب في كاس افريقيا 86 وجابوا البطوله مع بعض, ودي يعني حاجة صورة مشرفة جدا. ونتمنى السلامة للكابتن أشرف ياسر. أستاذ عمر أحيي كابتن محمود الخطيب طبعا أن يزور الكابتن أشرف ياسر, زيارة تستحق أن تاخد مساحة في الإعلام أكتر أكبر من كده بكتير, لأن دي رسالة فعلا تزكي روح الحب والوئام ما بين جمهور الأهلي والزمالك. الكابتن أشرف ياسر ربنا يشفيه ويعافيه يا رب ونشوفه في أحسن صورة بإذن الله الفترة الجاية. وأتمنى أن يعني الدكتور أشرف صبحي كان اتكلم وقال أن هي يعني في اتجاه لمساعدة الكابتن أشرف ياسر في المرحلة طبعًا الحرجة طبعًا دي طبعًا. أتمنى أن الموضوع ده أن يعني يكون أسرع من كده بشوية. اللي بعده دي استمرار بقى للرسائل الإيجابية بجد يعني الكابتن محمود الخطيب ما شاء الله عليه ربنا يديله الصحة, عمال يقدم لنا رسائل ايجابيه جدا, رسائل فيها الود والدعم يعني. كان مع نجم نادي الزمالك لسه شايفينه مع نجم واحد من اساطير نادي الزمالك كابتن اشرف ياسم, دلوقتي بنشوفه مع ابن من ابناء النادي الاهلي كابتن مؤمن زكريا ربنا يشفيه. حالته الصحيه افضل الحمد لله. الحمد لله بكتير بكتير الحمد لله. وشفنا صور ليه في رحلته الاخيره العلاجيه كان ماشي بشكل طبيعي جدا, فالحمد لله احنا متفائلين جدا. طبعا حاجة هايلة جدا وروح طيبة, وبأحيي فعلا للمرة الثانية كابتن محمود الخطيب لأن فعلا أثبت أنه نجم على مستوى عالي. تحية كبيرة الحقيقة لكابتن محمود الخطيب وعلى الحقيقة هذه المواقف خلصت؟ لأن أفندم كريسو خلصت؟ لا لسه لأن المواقف الحقيقة مهمة جدا. اللي بعده شيخ العرب ده بقى بتاعنا ده راح التمرين راح التمرين بيه قالك ما كانش عنده وقت بقى صلاة الجمعة صلاه الجمعه فراح للنادي يعني الصوره طريفه بس النادي الاهلي ما بيسمحش بالحاجات دي يعني حكايه الدخول بالجلاليب دي بس طبعا كابتن قفشه ظروفه طبعا ان هو كان جاي من الصاله مستعجل جدا وعايزين حتى يبني ان في عقوبات ماليه اللي بتاخر على التمرين فصوره طريفه يعني نحطها من طرف وغرائب يعني بس قفشه نعدي له اي حاجه طبعا شخصيه طبعاً.
محترمه جدا وشخصيه الحقيقه على خلق وراجل يعني طبعا. دايما تصريحاته رائعه. معانا صور تانية يا جماعه ولا لا؟ من ايه؟ السنغال ومصر 1-0 الفيديو اللي عمله. طبعا ده طبيعي جدا، واحد بيحاول يرفع الروح المعنويه لمنتخب بلاده ولجماهير بلاده ودعم بدايه الدعم، وهو استعجل قوي فيها لان عنده كاس امم. هو ممكن يكون بس ظروف القرعه بس هي اللي حتمته، لكن انا شايف انه استعجل قوي في الحديث عن المباراه الفاصله قبل كاس الامم الافريقيه، وان شاء الله باذن الله خليه يفرح بدري، احتمال يزعل بدري. لا هو مش مستعجل ولا حاجه. هو اللي عمله ده صحيح، دي بداية الانطلاقة بالنسبة لهم. لازم يرفع من روحهم المعنوية، وده احنا لازم احنا كمان نعمل كده، لان احنا لازم نبدأ من النهاردة، مش فيش حاجة اسمها بدري. كاس العالم حاجة وامم افريقيا حاجة. لا عمرو ما تشغل، انا ضد شغل المنتخب بفاصل. لا مرحلة مرحوم تركيزني يكون على كاس الامم، لكن ما اخدش انا اللعيبة دلوقتي. لا دي مباراة، لا مش مباراة، لا وجهة نظر، وجهات نظر. لكن انا شايف ان احنا لازم نبدأ من الان، كل الناس، كل مصر، كل واحد كلنا اعتبرونا من الان خلف المنتخب الوطني. نروح بقى فصل فقره من 1-10. سيف السنه ما فيش صوره للشناوي ازاي يعني؟ انهي صوره اللي انت عايز اقولها لي؟ الاتحاد الافريقي. ايوه اللي هي انهي واحده؟ اللي هو اختياره. يعني مصر كلها مستنيه الصوره تظهر على الشاشه. ايوه دي. عايز اسمع تعليق عمرو. عايز اقول تعليق على الصوره دي. طبعا مبروك، حاجه حلوه، مبروك للشناوي ان كسب، يعني حاجه عالمي كويسه. عالمي، لا بجد والله حاجه كويسه طبعا، ما حدش ضده. لكن الكلام عايز بقى اقول ده الكلام ما تبوظهاش بقى، ده لا هيبوظها هيقدر. طب عايز اقول العبره بس بالنهايه، يا رب يا عمي ده حارس منتخب مصر. ماشي اكمل كلامي. العبره بالنهايه، يا رب يكسب في النهايه ان شاء الله، هيكسب واحنا بندعي له كلنا وراه، وكلنا وراه وراه، كلنا بنقول يا رب. دلوقتي جت فقرتنا من 1-10. نرجع تاني بقى ونبتدي. اول سؤال، مستوى محمد عبد المنعم مع المنتخب؟ 7/10. 8/10. اختيار محمد شناوي افضل حارس؟ 10/10. مليون في 10. 10/10 استاذ عمرو الدردير. سجل يا تاريخ، سجل يا تاريخ. قرار مجلس الزمالك معاقبه اللاعبين والجهاز الفني. 10/10. 10/10. مستوى اللاعبين البدلاء والناشئين بالزمالك. 0/10. 0/10. مستوى يوسف اوباما مع الزمالك. 5/10. 2/10. حديث موسيماني عن ملف التجديد. 10/10. 0/10. مستوى لاعبي الاهلي الناشئين في كاس الرابطه. 6/10. 10/10. تاكيدات موسيماني باستعانته ببعض الناشئين في مونديال الانديه. لو ده حصل يبقى 10/10. مجبر اخاك لبطل للظروف طبعا. 10/10. تمسك مصطفى فتحي بالرحيل. 0/10. 0/10. تعاقد الاتحاد السكندري مع ابراهيم حسن لاعب بيراميدز. 10/10. لاعب كبير ولاعب محترم. قرار الزمالك بصرف المستحقات المتأخرة للاعبين. ده لو حصل يبقى 10/10. سمعته كتير جدا ما بيحصلش. 5/10. مستوى غزل المحلة في كأس الرابطة. 8/10. 10/10. 3-0 يا كابتن فندم. 3-0 نديله 8/10 ازاي؟ على ماتش على بطولة. هو ده رد الاتحاد السكندري لعودة محمد عبد السلام للزمالك. 0/10. لا ما سمعتش السؤال. رفض الاتحاد السكندري لعودة محمد عبد السلام للزمالك. 10/10. 0/10. شرفتني ونورتني يا استاذ عمرو، شرف بوجودك دايما. شكرا يا كابتن سيف. شرفتني ونورتني. ربنا يخليك يا كابتن سيف، وسعيد جدا بالفقره دي، وبقول لعمرو شد حيلك يا عمرو، الاحزان جايه كتير يعني. يا رب ربنا. ابطال الدوري. عايز افكركم بس احنا ابطال الدوري. كل التوفيق ان شاء الله. بحب افكركم يعني. كل التوفيق للاهلي والزمالك ان شاء الله باذن الله في القادم. بشكر استاذ عمرو الدردير وصلاح عزت. بشكركم شكرا جزيلا. اشوفكم ان شاء الله باذن الله بكره في حلقه جديده على الف خير.